يا صباح الفل على كل حضراتكم، ويومكم جميل ان شاء الله، يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله. حضراتكم تسعدوا معانا بحلقه النهارده. صباح العسل. بونجور. بونجور. صباح الفل والعسل. مش عارفه ايه صباح العسل، انت اللي علمتها لي. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل الساده اكيد المشاهدين دلوقتي اللي بيتابعونا، واكيد النهارده بنحمل او بتحمل الحلقه يعني فقرات وضيوف واخبار جديده. خلينا نبدا كده وننوه عن الفقرات. الفقره الاولى هيكون معانا الاستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير الاهرام الرياضي، ملفات مختلفه فأكيد عايزين نتكلم معاه فيها. فقرة تانية عن لعبة الجمباز بالنادي الأهلي، وفقرة الثالثة هتكون مع دكتور دينا أبو السعود وهنتكلم فيها عن دعم الطاقة. يمكن برضو ده ملف من الملفات المهمة جدا، لكل مرة بصراحة بيبقى فيه ملف أهم من التاني. دعم صحيح. الطاقة ناس كتير جدا يا كريم تبقى مش قادر، أنت حس أن أنت ما عندكش طاقة، عايز تنام كتير، في كسل. ده راجع ليه؟ عامل نفسي وراجع ليه برضو عامل ليه علاقة بالصحة البدنية والعادات الغير سليمة، وإزاي نخرج نفسنا من ده، وإزاي نقدر إن احنا نشجع نفسنا كمان على يعني بذل مجهود اكبر رغم ان انت بتبقى برضو من جواك مش قادر تعمل حاجه. كل ده بيبقى راجع برضو لنقص فيتامينز على فكره. صحيح. هنتكلم في كل ده في الفقره اكيد الاخيره. بس على كل حال انا كنت عايزه اتكلم معاك برضو في قصه الرياضه والجيم. على فكره بالمناسبه انا بقالي تقريبا شهرين ما روحتش الجيم، يعني بروح ايام بسيطه كده. مش عارفه ده راجع لايه بصراحه، بس انا قررت النهارده هبدا مره ثانيه. يا سيدي برافو عليك. اقول لك على حاجه، هو قرار في الاول وفي الاخر، هو قرار. وده يمكن برضو من الحاجات اللي اعتقد دكتور دينا هتتكلم عنها، فكره ان انت لازم تجبر نفسك ولو لفتره من الزمن، بعد كده هتبقى عاده على حاجه معينه بره الكومفورت زون بتاعنا. ده ممكن يساعد جدا على دعم طاقة ليك، لأن الرياضة أصلاً زي ما احنا عارفين بتساعد البني آدم على إن هو يبقى نفسيته كمان أفضل، ومع النفسية الأفضل بتبقى حياتك أسهل، بتبقى حركتك أسرع. فكل ده مرتبط بدعاءات، وهي سيركل واحدة أنا بشوف كده. مليون في المية، وأنا معاكي جداً في إن هو قرار. أنا واحد من الناس قعدت عمر كامل مستني إن أنا أعرف آخد القرار ده، وأنا بنفذ. بصي القرار بيتاخد مليون مرة، بس أنت نفذته أنا فاكرة. لفترة. وبالمناسبة في فقرة من فقراتنا النهاردة تحديداً، الفقرة اللي هنتكلم فيها عن الجمباز، طبعا حضراتكم ان شاء الله لما تتابعوا الفقره دي هتتعرفوا على انسان ولا اجمل ولا اروع الحقيقه. بس مش دي النقطه، النقطه انه شاهد عيان على ان انا روحت الجيم على الاقل المره في حياتي، ده للتاريخ مش عشان انت. كانت دي اول مره في حياتك تروح؟ لا يعني قصدي اقول لك كان في فتره كده كانت اول مره في حياتي كنت انتظر. والله ما دي مشكله كبيره، وعلى فكره لان برضو البدايه ما كانتش من الصغر. وبالمناسبه ده يخلينا برضو نتوجه برساله لكل حضراتكم، كل الناس اللي بيتابعونا، يعني بمناسبه الكلام عن المرحله السنيه بتاعه المدارس، يعني كلنا عارفين انه من المهم جدا ان كل الطلبه والطالبات يمارسوا الرياضه وبانتظام. ناس كتير بتبقى فاهمه ان دي حاجه ممكن تاخد من وقت دراستهم او وقت مذاكرتهم مليون، يعني في حاجات كتيرة اتعملت، عايز اقول استفتاءات واستطلاعات رأي ودراسات وابحاث الى اخره، مليون حاجة اتعملت اكدت على ان في غالبية الاحيان الشخص المتفوق رياضيا بيكون عنده قدرة على تنظيم الوقت وقدرة على الاستيعاب وقدرة على التعامل تحت ضغط. كل دي حاجات بتخليه في الاخر يبقى عنده قدرة على التحصيل بنسبة اكتر والتركيز في الامتحانات اكتر. كل دي حاجات مهمة جدا تهم اي اب وام، وفكرة ان ولادنا يلعبوا وخصوصا الرياضات اللي هي الجماعية بصفة خاصة، ان هي الى جانب بقى انعكاساتها الايجابية على صحة الطفل، فكمان ليها يعني بتعمل شغل رائع نفسيا، وبتظبط لك التركيبه الشخصيه بتاعت الولد او البنت. انا بتفق معاك مليون في الميه، وعلى فكره هو الموضوع بس محتاج ان انت تنظم وقتك او تنظم او تعلم ولادك هم اللي ينظموا وقتهم. على فكره لازم دايما الطفل يكون عنده قرار، يعني لازم تعلمه ان هو ياخد قرار من وهو صغير، ما يبقاش كل حاجه معتمد عليك كوالده او والدته، ده مش هيخليه بعد كده انسان مسؤول. فلازم نشوف ازاي الولد نفسه يقرر ان هو يعمل بالانس، ان هو اللي ينظم وقته. وشفنا يمكن نماذج كتيره جدا كمان هنا في 10 الصبح وفي برامج كتيره خاصه بقناه الاهلي، وعامه لما نشوف ازاي في نماذج كتير من ابطالنا في مختلف الالعاب بيكونوا كمان متفوقين جدا في المستوى الدراسي، وكمان مش بس متفوقين، لا هم من التوب في المدرسه او اللي بيجيبوا يعني جريد عاليه. فده هو او هي دي النقطه، انت لازم تعلم ابنك او بنتك من هم صغيرين هم اللي يكونوا مسؤولين، هم اللي يبقى يعني في الاول وفي الاخر اي حاجه حلوه هتحصل لهم دي هتبقى راجعه ليهم، واي حاجه وحشه هتحصل لهم هم اللي هيتحملوا مسؤولية.
مسؤوليتها. فده من الصغر بيفرق جدا. وعايزه اقول لك كمان يا كريم، القصه مش بس فكره ان انا يعني اودي ابني ان هو يمارس رياضه، لا، انت دلوقتي معرفش كل ده او الموضوع ده في كل بيت، بس انت مش بتشوف، انا مثلا ولاد اختي كده على طول قاعدين قدام التليفون، على طول قاعدين قدام الايباد. فانا والله كنت لسه بتكلم مع ابن اختي قريب، بقول له انت ايه انت يعني، ما هو برضو اوكي انت في الاول وفي الاخر كاب عايز اللي هم اولادك يبقوا بيعملوا حاجه في وقت فراغهم ومبسوطين وكده، بس ده غلط. لازم يعملوا حاجه صح، لازم يعملوا حاجه تفيدهم، لازم يعملوا حاجه تضيف لهم. لكن الرياضه فعلا مش بس فكره ان انت بتحسن يعني القوه البدنيه بتاعت ابنك، لا، انت بتفيده في حاجات كتيره جدا. الرياضه محتاجه مسؤوليه ومحتاجه ديديكيشن زي ما بيتقال، انتظام وحاجات زي كده. فانا بشوف فعلا من الصغر لو الموضوع تم، ودي مش قضيه يمكن هو موضوع ممكن البعض يقول لك كليشيه اتكلمنا فيه قبل كده كتير، بس هي قصه مستمره. يعني حتى لو اتكلمنا فيه قبل كده احنا هنقعد نتكلم فيه على فكره كمان بعد كده، لانه موضوع مهم. مين مش بيعاني من المشكله اللي انت بتتكلمي عنها؟ اعتقدش في بيت مين عنده اطفال في سن الدراسه في مراحل تعليميه مختلفه، ابتداء من والله حضانه دلوقتي تلاقيهم ماسكين موبايلات. والله زي ما بحكي لك، مين ما عندوش المشكله دي في بيته؟ عشان كده من المهم جدا بالمناسبه قبل ما ناخد الخطوه اللي نهاوند كانت بتتكلم فيها، فكره ان احنا نوقف ده، قبل ما نوقف ده نبقى جاهزين ببديل. ايوه، فاهم ازاي؟ ولو كان البديل ده رياضه يا سلام. طب ما تيجي بقى، بص احنا مجهزين فيديو جراف تحديدا عن الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، وهنتكلم فيه هو هيعبر لنا عن قد ايه مهمه ممارسه الرياضه، وان هي كمان بتحسن الاداء الدراسي. علشان بعض الاهالي يقول لك لا ده هتاخد من وقت الدراسه، لا بالعكس، هي ممكن جدا تبقى عامل بيساعد على تحسين الاداء. خلينا نتابع. تعالوا بقى نروح لمجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اللي قرر بعد اجتماعه بمقر النادي ما يلي: 1. اعتماد محضر مجلس إدارة النادي بشأن تشكيل هيكل شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بتكوينه الجديد. 2. مناقشة الملف الضريبي للشركة مع عرض التسوية الكاملة التي تمت مع مصلحة الضرائب. 3. تفويض العمري فاروق العضو المنتدب للشركة والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة باستكمال هيكل رأس مال الشركة وعرضه على المجلس. النقطة اللي بعد كده: مناقشة العديد من الملفات لتعظيم موارد الشركة، وكذلك إعادة خط أو إعداد خطة شاملة لتنظيم هذه الموارد وعرضها على مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في اجتماعه الأسبوع المقبل. حضر الاجتماع اللي طبعا عقد برئاسة الكابتن محمود الخطيب كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي العضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، ومحمد الضماطي ومي عاطف عضوي المجلس، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركة، وأيضا محمد عبد العظيم أمين سر الشركة. اجتماع اكيد في غايه الاهميه، والقرارات اللي بتصدر برضو بتكون اعتقد قرارات مهمه وتطبق على الارض. هي دي النقطه اللي احنا دايما بنحب على ارض الواقع كمان نوري حضراتكم القرارات اثارها ايه بشكل ايجابي. نروح بقى لانتصارات النادي الاهلي في التنس تحديدا. اختتمت منافسات بطوله الجمهوريه الاولى للتنس الارضي اللي اقيمت امس بمركز شباب الجزيره، وشهدت تتويج عدد من لاعبي ولاعبات الاهلي. بصراحه كانوا عدد كبير جدا، خليني اقول لحضراتكم، وده في مختلف الاعمار السنيه. شهدت كمان بطولة مستويات مميزة جدا من الأهلي اللي نجحوا في حصد المراكز الأولى علشان يضيفوا هنا إنجاز جديد للعبة في النادي الأهلي. كلام محترم وألف مبروك علينا جميعا، أي إنجاز بيحققه أي بطل في النادي الأهلي أكيد كلنا بنكون فرحانين بيه. خلينا ناخد مزيد أكيد من التفاصيل وكابتن محمود عبد المبدي المدير الفني لفريق التنس الأرضي من النادي الأهلي. كابتن محمود صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير عليكم. مبروك علينا طبعا، انتصار جديد من انتصارات النادي الاهلي، كلنا اكيد بنكون سعداء.
وعايزين نروح مع حضرتك برضو لكواليس الرحلة. يعني دايما بنتكلم عن التتويج وعن حصد البطولات، لكن برضو الرحلة محتاجين ان حضرتك تعرفنا اكتر عنها. اتفضل. الله يبارك فيكم الاول. واحنا عندنا طبعا لعيبه كتير شاركوا بطوله الجمهوريه الاسبوع اللي فات والاسبوع الحالي اللي هو انتهى امبارح، وفي مجموعه كبيره من اللعيبه الحمد لله حققوا مراكز اول وثاني وثالث على مستوى المراحل بقى من 12 لحد رجال وسيدات. احنا بطوله الجمهوريه بتتنظم في كذا نادي على التوازي مع بعض، يعني عندنا معظم لعيبتنا شاركوا في بطولتين او ثلاثه مهمين اللي هم مركز شباب الجزيره وبطوله التوفيقيه، دي كانت بطوله برضو جي 1 كانت عاليه الجريد بتاعها. يعني حققنا على مختلف البطولات الحمد لله 12 جزء 12 و14 و16 ناشئين مراكز اول في معظم البطولات فالحمد لله. طب بس ده برضو بيبقى راجع ليه؟ احنا عندنا كده كام رياضه متفوقين فيها جدا، فخليني اعرف برضو، هنتكلم هنا عن يعني التنس الارضي، خليني اعرف منك ايه السر او ايه القصه او ايه اللي ورا ده برضو. والله احنا القاعده بتاعت برضو عندنا قاعده بالنسبه للناشئين 12 و14، احنا طبعا من بدايه المشاركات الرسميه يعني في الدوري وكده من ساعه تنظيم الدوري ومن ساعه تنظيم البطولات المحليه في التنس، الاهلي يعني بيستحوذ على مراكز كتيره في المركز الاول والثاني والثالث، وده برضه بيرجع للقاعده بتاعت المدارس ان احنا بنهتم بالجزء بتاع الناشئين. فعندنا بتطلع الولاد من جزء 12 ل 16 ناشئين جاهزين ان هم يكمبيتوا او يعملوا منافسه كويسه قوي في مرحله الناشئين، ويكملوا بعد كده في مرحله العمومي طبعا اللي هي 18 ورجال بمستوى كويس، لان هم بادئين ومتاسسين كويس يعني. اوكي، على كل حال مستوى لحد دلوقتي اكثر من رائع على كل كمان الاعمار السنيه زي ما الخبر كان بيتكلم، فمبروك مره ثانيه يا كابتن محمود وان شاء الله مزيد من التوفيق. شكرا ليك. حاجه جميله ان كل يوم والتاني نستعرض مع حضراتكم انجاز جديد ما يضاف لي حائط بطولات النادي الاهلي في كل الرياضات. دايما النادي الاهلي انتوا عارفين طبعا بحكم ان كره القدم من قديم الازل هي اللي مسيطره، لكن لما تركزوا مع النادي الاهلي بمعنى فرقه المختلفه ستجد ما يسره. ده حقيقي، وانت صحيح. مش بتكلم بس ان انت بتفوز بمركز تاني، لا انت بتفوز على الاعمار السنيه المختلفه بمراكز صحيح. اولى، فلا ده انجاز، ده انجاز. وبرده لما تيجي تتكلم لغه الارقام، يمكن كابتن محمود الخطيب اتكلم عن ده في يعني المؤتمر اللي كان اخير وقت الترشيح بتاعه، كان بيتكلم ان هو حسب لنا عدد البطولات والميداليات اللي النادي الاهلي واخدها في الرياضات المختلفه، احنا كنا معديين اي نادي تاني اصلا منافسه بيتكلم. فيعني لما يجي حد يقول لك انا ملوك الصالات، لا اتكلم بقى بلغه الميداليات وكده، فملوك الصالات احنا فعلا. فهي دي النقطه. على كل حال شيء اكيد بيدعو للفخر. يعني نروح بقى على اهلي الاقصر وفعاليات كتيره جدا بتقام هناك لكل الاعضاء، من بطوله للشطرنج لمباريات في تنس الطاوله لغيرها كتير من الانشطه المختلفه. بالمناسبه كان من ضمنها كمان احتفال مجمع بعيد ميلاد كل الناس اللي كانوا من مواليد شهر فبراير. تعالوا نتعرف اكتر على اللي حصل من خلال هذا التقرير. اتفضل. احنا عندنا انشطه، اكاديميه كره قدم واكاديميه سله واكاديميه سباحه وجمباز وكاراتيه. طبعا النادي بدا الافتتاح كان بدايه النشاط 1/4، في التسعة اشهر دول الحمد لله قدرنا نعمل انشطه رياضيه متنوعه بنلبي حاجه الاعضاء. بالنسبه للانشطه الترفيهيه وفي ثقافيه كمان، بنعمل في الانشطه الترفيهيه عيد ميلاد مجمع لمواليد الشهر، يعني مثلا احنا عندنا عيد ميلاد مجمع لمواليد شهر فبراير لاولاد الاعضاء، بنجيب لهم فخرات وبنوزع هدايا للاطفال. المهم الاعضاء الحمد لله بيتبسطوا جدا، وهي عامله رد فعل كويس. ده السادس مره على التوالي ناجح جدا جدا. في الانشطه الثقافيه بنعمل دورات تثقيفيه في جمعيه اصدقاء صعيد مصر لمرض السكر، جم عملوا حمله توعيه وماراثون، وكان عندنا معرض فني برضو كل الاعضاء بيعرضوا اللوحات بتاعتهم وبنوزع بعض شهادات التقدير وجوائز. في انشطه مختلفه، في ايفنتات للاطفال، بنعمل نشاط مثلا حاجه زي الزومبا للسيدات. في أنشطة متنوعة، عملنا احتفال في رأس سنة كان جميل جدا، شامل كل أي حاجة ممكن تتعمل في ليلة زي ليلة رأس السنة. هو شرف ليا إن أنا أكون موجود هنا
والدعوه الكريمه اللي جات لي. بصراحه اول ما دخلت النادي الواحد يعني حس براحه رهيبه قبل المنشآت وانا داخل بس كده، فكان الجو حلو الحمد لله رب العالمين. في الساعه اللي احنا فيها هناك جو شمس وجميل، نزلت اتمشيت انا وكابتن ياسر. لا بسم الله ما شاء الله الانشاءات على اعلى مستوى، الدنيا جميله، المساحات حلوه واسعه في كل الصالات اللي دخلتها والمطعم والاعداد اللي موجوده، حاجه فعلا جميله ومتنظمه تنظيم جميل جدا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه تخلي الواحد فخور ان هو اهلاوي. البطوله الحمد لله 400 النهارده يمكن جت في حدود تقريبا 20 لاعب بيلعبوا حلو مبسوطين، الجو اخوي قوي وحاجه جميله تخلي الواحد فعلا. انا قاعد بقالي مثلا ساعه ولا ساعه ونص قاعدين مبسوطين ومش متضايقين من حاجه، الناس كلها بتحب بعض وبيلعبوا ومبسوطين ومستمتعين، ويعني البطوله لطيفه وان شاء الله باذن الله يكرروها كتير. يعني والكابتن ياسر كان بيقول ان في ناس كتير بتزيد، يعني الاعداد بتزيد يوم عن يوم، فان شاء الله خير ان الرجل تبقى على النادي كتير والناس تزيد. وبصراحه يعني صرح جميل يخلي الواحد والله والله بجد فخور ان هو في النادي الاهلي، وان في الاقصر في فرع للنادي الاهلي، حاجه جميله بصراحه. يعني انا ما كنتش متخيل ان هو بالجمال ده بصراحه. اولا البطوله بالنسبه لنا النهارده هو تشريفكم وتشريف الكابتن سيد لاشين، وده بامانه يعني نتاج لجهود مستر ياسر واخواننا القائمين هنا على النادي الاهلي بفرع الاقصر. صراحه عملوا يعني طفره رياضيه، والاعضاء في بدايه الامر زي ما حضرتك عارف مدارس، وكان برضو المدينه الطيبه بعيده شويه، لكن بذكاء من مستر ياسر والقائمين على النادي الاهلي هنا استطاعوا فعلا ان يخلوا الاعضاء يعني في حضور دائم ومشاركه دؤوبه هنا، وده برضو يعني يلاقيه نشاط او قبول من اخواننا الاعضاء هنا، عندهم يعني قابليه للاشتراك في كل الانشطه. دكتور مصطفى، دكتور مؤمن، الباشمهندس مكرم، كل اخواننا هنا، وكل ده طبعا يعني منظومه يعني قائم على الاشراف عليها مستر ياسر. فانا من خلالكم يعني حابب اشكر مستر ياسر ومقدرين جهوده والمجهود اللي بيعمله معانا. وجود النادي الاهلي اصلا في الصعيد دي حاجه نقله خطيره لينا، احنا ما كناش نتخيل ان احنا يبقى في نادي اجتماعي عادي، ما بالك بقى النادي الاهلي هنا عشق يعني اكتر من القاهره بكتير جدا، احنا هنا مدمنين النادي الاهلي، فوجود النادي الاهلي نفسه شيء احنا ما كناش متخيلينه. زائد بقى يعني صراحه مجهود الكابتن ياسر معانا، دي البطوله الرابعه على فكره، مش البطوله الاولى في الاقصر، دي البطوله الرابعه، فالموضوع بيبقى من ارقى لارقى خالص. صراحه الكابتن ياسر برضو عامل مجهود رهيب، احنا ما كناش متخيلين الاقصر هيبقى فيها حاجه زي كده، يعني العطاء خطير والنظام في النادي الاهلي صراحه يعني ما فيش زيه يعني. فشكرا لكم وشكرا لقناه الاهلي، واحنا اوريدي الصعيد يعني كان محتاج نظره من اي نادي اجتماعي، لما يجي لنا يجي لنا اعلى نادي في افريقيا، حاجه احنا ما كناش متخيلينها، فشكرا شكرا. طيب احنا لسه معانا اخبار اكيد حلو، واستطاع هنا بقى المنتخب الوطني للكاراتيه حصد المركز الاول في بطوله البريميوم ليج الدوليه للكاراتيه، والاقيمه طبعا في الامارات وتابعها ناس كتيره جدا، وكان ليها كمان مشجعين كتير جدا، وهي كانت حاجه او بطوله كريم فعلا تقيله زي ما بيتقال. حقق فيها بقى 9 ميداليات متنوعه منتخبنا، 3 ذهبيه، 3 فضيه، 3 برونزيه، وقدم لاعبه كمان المنتخب الوطني اداء اكثر من رائع خلال مشواره في البطوله. بقول لحضراتكم فعلا كانت بطوله تقيله جدا، حاجه كانت على مستوى عالي. لاعبو المنتخب الوطني تمكنوا من حصد الميداليه الذهبيه في منافسات هنا وزن 75 للرجال كوميتيه، وحققوا الميداليه الذهبيه كمان في منافسات وزن 84 رجال كوميتيه، وتوجوا بالميداليه الفضيه، واستطاعت ياسمين الجويلي الحصول على الميداليه الفضيه في منافسات وزن 50، وفي منافسات وزن 55 سيدات كوميتيه حصلوا على الميداليه البرونزيه، العديد والعديد من الميداليات والالقاب اللي حصلوا عليها. عايز اقول لحضراتكم بجد يعني الليسته تطول فعلا، حاجه كانت محترمه جدا، وبجد ده خبر من الاخبار اللي الواحد بيبدا بيها اليوم ويبقى مبسوط فعلا، حاجه بجد مشرفه. طيب احنا اكيد لسه اخبارنا ما خلصتش زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل.
بمناسبة بس الكلام في بداية الحلقة عن الرياضة، مش عارفة ليه جه في بالي المشاهد اللي بنشوفها في النوادي لما بنروح، والناس اللي هي بتبقى فوق تقريباً 65 و70 سنة وبتروح وبتمارس رياضة، بتشوف مشاهد زوج وزوجته مثلاً أو جد وجدة بيتمشوا معاهم أحفادهم. الواحد برضو عارف لما بيجي في دماغك مشاهد زي كده بتحس إن هو وأنت إحنا ليه ما بنعملش كده في سننا ده؟ يعني مش حاجة غريبة برضو؟ ده من زمان دايماً، دي من المشاهد الشبه ثابتة في كل المراحل الزمنية المختلفة، دايماً بتلاقيهم أكثر حرصاً على ممارسة الرياضة، ودايما هم الالطف جدا في التعبير عن المشاعر الحلوه اللي ما بينهم والعيش. حتى المشي يا كريم، عارف هقول لك على حاجه برضو باختلاف يعني الازمنه، زمان كان الموضوع سهل انك تنزل تتمشى في الشوارع. برضو خلينا نبقى يعني بنتكلم بشكل سليم او صريح او في نوع من الشفافيه، يعني زمان كان ممكن تنزل تتمشى. دلوقتي احنا الثقافه بتاعتنا بقت ان انا عايز اركن جوه المكان اللي انا داخل اقعد فيه، يعني انا بحاول على قد ما اقدر ابقى قريب من السلم، قريب من باب الكافيه، قريب من باب بيتي، فما بقاش في مجال ان انت تتمشى. فهي دي النقطه برضو، خلي بالك دي بتفرق. المولات الكتيره برضو انت بتركن عربيتك تقعد تخش على طول على المكان، يعني برضو ده في نوع من الاختلاف. فكل دي حاجات بتفرض عليك في الاخر ان التمشيه حتى اللي هي ابسط نوع من انواع الرياضه مش متاح قوي زي زمان. فعشان كده احنا بنقول لازم، او الاجيال اللي احنا فيها دلوقتي لازم الوضع يبقى قرار، لازم انا اخد قرار ان انا عايز اغير اللايف ستايل بتاعي. على فكره عايز اقول لك على حاجه كمان، نفسيا بتفرق جدا، لان الضغط النفسي ناس كتير مش تقول لك يا عم هي الرياضه هتخرجني من المود اللي انا فيه، سيبني في اللي انا فيه هو انا ناقص حاجات زي كده، بس بجد بجد ليها تاثير يعني سحري زي ما بيتقال. احنا النهارده يمكن مركزين عن ملف ممارسه الرياضه بشكل كبير، بس دي مش هتبقى اخر مره بقول لحضراتكم، احنا هنستمر في الضغط حتى على نفسنا لغايه لما الموضوع يبقى لايف ستايل فعلا، لان كل حاجه مرتبطه في الاول وفي الاخر بالرياضه السليمه والحياه السليمه والاكل السليم. واحنا كمان بنتكلم في 10 الصبح مهتمين بيه، يعني كل مره يبقى معانا دكتور دينا وملف جديد عن الصحه، فاعتقد كل ده لازم يكون مربوط ببعض. دلوقتي خلينا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين، وكل يوم بيبقى فيه اخبار جديده وكل يوم بيبقى فيه انجازات جديده خاصه بالنادي الاهلي. هتكون معانا سلا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا سلا صباح الخير عليكي، اكيد سامعينك انا وكريم وكل متابعين 10 الصبح، اتفضلي. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا نهاوند، واكيد برحب بيك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي. وبالفعل يا نهاوند انا حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وعلى راسهم الفريق الاول لكره القدم اللي النهارده ان شاء الله هيرجعوا ويستأنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش الساعه 12 الظهر، وده بعد راحه لمده 48 ساعه بعد مواجهه السوداني في السودان. يمكن قرر مستر بيتسو انه اللعيبه تريح شويه لمده 48 ساعه بسبب الارهاق والتعب اللي يعني شافوه الايام الماضيه بسبب المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه وكمان مباراه الهلال السوداني، واكتفى بالنهارده بس انه الفريق النهارده يتمرن ويستعد بشكل قوي للمباراه القادمه ان شاء الله. يمكن مستر بيتسو كمان والجهاز الفني يا نهاوند ويا كريم قرروا او اتكلموا مع اللعيبه انهم خلاص يقفلوا صفحه بطوله او مباراه الهلال السوداني في بطوله افريقيا، ويخلوا كل التركيز بشكل كامل وبشكل اكبر على مباراه بكره ان شاء الله، مباراه مصر المقاصه اللي تقام في تمام الساعه 8 مساء في اطار منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. كمان يعني خلينا نتكلم شويه على الالعاب الاخرى، وفريق الاول لكره السله رجال النهارده ان شاء الله هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. الاول التدريب هيكون في صاله الجيم لمدة ساعة، وبعد كده الساعة 6 التدريب هيكون في الصالة شوتينج على الباسكت، ولكن هيشارك عدد بسيط من لاعبي النادي الأهلي في التدريب النهاردة، ده بسبب أو نظرا لي في عدد كبير آخر متواجد في معسكر منتخبنا الوطني. 8 لعيبة من النادي الأهلي، ولكن تم اختيار منهم 4 لعيبة بس للقائمة النهائية لمنتخبنا الوطني اللي هتشارك إن شاء الله في تصفيات كأس العالم للمنتخبات اللي هتقام في السنغال. ويمكن الأربع لعيبة اللي تم اختيارهم هم إيهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق وعمر زهران، وتم استبعاد اربع لاعبين من النادي الاهلي وهم عمر عزب، سيف سمير، وعبد الله ناصر او الشهير بيبيدو، ده بسبب الاصابه واستبعاد فني لاحمد اسماعيل. يمكن ان شاء الله يعني يا كريم نهاوند الفتره القادمه لما اللعيبه دي تتعافى من الاصابه هينضموا مره اخرى للتدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي. كمان رجال او سيدات السله عفوا النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 7 عشان عندهم مباراه بكره مهمه جدا
مع نادي الجزيرة، وهتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة الشهداء داخل مقر النادي. ويمكن خليني أقول لكم أنه الفريق بيعاني من بعض الإصابات موجودة في صفوف فريق النادي الأهلي، معظم لاعبات نادي الاهلي مصابين في الفريق، منهم يعني رنيم جداوي اللي عندها التهاب في فقرات الظهر، واسبوع ان شاء الله وهترجع تاني تنتظم في التدريبات الجماعيه. كمان رضوى محمد عندها اصابه في عضلات القدم اليمنى، ولكن ان شاء الله هتكون موجوده خلال الايام اللي جايه ان شاء الله في التدريبات الجماعيه. وكمان النور علي طلعت اصيبت في المباراه اللي فاتت للنادي الاهلي في مباراه مصر التامين، اصيبت بكدمه في الفخذ، ولكن تعتبر اصابه بسيطه متواجدة برضو في التدريبات الجماعية، وإن شاء الله هنلاقيها أو هنشوفها في المباريات القادمة. كمان رجال الطايرة النهاردة عندهم تمرين الساعة 2، وبكرة عندهم مباراة مهمة مع نادي طلائع الجيش، ودي هتقام في تمام الساعة 5 مساء على صالة يعني الأمير عبدالله الفيصل داخل مقر النادي. والنهاردة سيدات أو فتيات الذهب، سيدات الطايرة النهاردة عندهم مباراة، يعتبر النهاردة ماتش دي بالنسبة لهم فتيات الذهب، عندهم مباراة مهمة مع نادي هليوبلس الساعة 8 على صالة نادي هليوبلس. والنهارده رجال كره اليد نهاوند وكريم عندهم تمرين الساعه 4، بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون امام نادي طلائع الجيش يوم الخميس المقبل على صاله نادي طلائع الجيش، ويوم الجمعه هتكون مع نادي الزمالك، ولكن هتكون على ارض محايده وهي صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه 6 من اكتوبر. جدي انا هوندو يا كريم، كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، جميع الفرق المختلفه واحوالهم واستعداداتهم للمباريات والبطولات القادمه. يعني ان شاء الله يمكن انا معاك يا هوندو ومعاك يا كريم لو في اي سؤال. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك يا هوندو، تفضلي. لا تغطيه كامله بنشكرك عليها جدا زميلتنا العزيزه سالة حامد، شكرا. نروح بقى دلوقتي مع حضراتكم على مقر جريده البوابه نيوز، حيث توجد او تتواجد الزميله روزان نصر اللي هتطلعنا على اهم واخر المانشيتات والعناوين المختلفة في كافة الصحف والمواقع الرياضية. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من البوابة نيوز، وهنبدأ فيها من موقع صاد البلد. منتخب مصر لناشئي اليد يستعد للمشاركة في بطولة البحر المتوسط. يستعد طبعا المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 للمشاركة في بطولة البحر المتوسط، والتي بتستضيفها العاصمة التركية أنقرة في نسختها رقم 18 خلال الفترة من 25 ل 27 فبراير 2022. ويترأس بعثة المنتخب الوطني كابتن نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، ويضم الجهاز الفني كابتن مجدي أبو المجد مدير فني، وكابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام، وكابتن محمد عبد المنعم مدير إداري، وكابتن محي صلاح مدرب حراس مرمى، ودكتور عمرو عاصم أخصائي العلاج الطبيعي. من موقع رياضية النصر والهلال، صراع تذكرة نصف النهائي. تتجه طبعا أنظار عشاق كرة القدم السعودية لمواجهة دربي الرياض التي تجمع فريق النصر الأول لكرة القدم والهلال ضمن مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لخطف طبعا تذكرة العبور إلى نصف نهائي البطولة. وتأتي أهمية المواجهة كونها طبعا فرصة للاحتفاظ بحق المنافسة على اللقب بعد ابتعادها نسبيا عن المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وستكون المواجهة ذات طابع خاص بين المدربين الأرجنتينيين، وده طبعا هيخلي المواجهة بنكهة أرجنتينية كاملة. من موقع الشرق الأوسط، يونايتد يتجاوز ليدز في مباراة متوترة ومجنونة، ويؤكد استعداده لموقعة أتلتيكو مدريد الأوروبية. استعد طبعا مانشستر يونايتد لموقعة أتلتيكو مدريد المرتقب في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بفوز مجنون 4-2 على ليدز يونايتد ضمن منافسات المرحلة 26 للدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليرفع طبعا مانشستر يونايتد رصيده ل 46 نقطة معززا مركزه الرابع، متقدما بأربع نقاط عن كل من ويست هام يونايتد الخامس وأرسنال السادس.
واخيرا من موقع اليوم السابع كريم بنزيما الاكثر مساهمه بالاهداف في البيج فايف ب 27 هدف. ينفرد طبعا الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد برقم قياسي جديد خلال منافسات الدوريات الاوروبيه الكبرى للبيج فايف للموسم الكروي الحالي، ويعتبر طبعا بنزيما اكثر لاعب ساهم بشكل مباشر في تحقيق اهداف اكثر في الدوريات الخمس الكبرى في اوروبا البيج فايف هذا الموسم، حيث ساهم كريم بنزيما في 27 هدف سجل منها 18 هدف وقام بتسع تمريرات حاسمه. دي كانت ابرز واهم الاخبار هنا من البوابه نيوز، بشكركم جدا وعوده ليكم مره ثانيه. انا عايزه اسالك حاجه قبل ما نشكرك انا وكريم يا روزان. طبعا يا نهوى اتفضلي. اولا انت وحشتينا جدا بجد، بقالك فتره بتبقي معانا طبعا. وحشتيني اكتر والله، وحشتوني جدا. وخليني بقى اعرف منك برضو، دي حقيقه، نستفيد بوجودك يا روزان، تقولي لنا الاجواء عندك برضو يعني المروريه وانت رايحه وانت متنقله دلوقتي ايه، لان احنا لما بننزل الصبح بيبقى التكدس الطبيعي بتاع اللي هو المدارس والاعمال يعني، لكن انت دلوقتي الوضع ايه؟ وبرضو لو تطلعينا على الطقس اخباره ايه؟ يعني انا اعتقد ان شويه في حر ولا الكلام ده مش مظبوط؟ دي حقيقه انا هوند، وانا عارفه ان انت بتكرهي الصيف يعني بشكل كبير، يعني انت بتحبي الشتاء جدا. النهارده فعلا يعني درجه الحراره معتدله جدا، خلينا اقول لك ان ممكن تكون يعني درجه ما بين مثلا 20 مثلا درجه، انا ما شفتش الحقيقه بس اعتقد يعني فدرجه كويسه. يعني انا وانا جايه كان الطريق الى حد ما ممكن يبقى فيه تزاحم شويه، يعني من ناحيه الدقي كده اعتقد ان كان فيه شويه تزاحم، بس بشكل عام انا شايفه ان في دلوقتي سهوله في الطريق، يعني سهوله مروريه كبيره يعني. كويس جدا، جميل. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه روزان نصر على هذه التغطيه الصحفيه والجويه والمروريه. الحقيقه عملت شغل جميل، من المراسلين الجمال عندنا فعلا. طيب احنا نقفل بقى الجزء الاول على كده. انا شايفه كده والله، وبارك الله في بلدك. انا شايفه ايه، بارك الله فيك. حلو كده. طيب فاصل ونرجع نكمل، اتفضل. اهلا بكم مره ثانيه، عوده من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا عندنا ملفات كثيره مهمه عايزين نتكلم مع حضراتكم فيها. عندنا بكره ان شاء الله مباراتنا مع مصر المقاصه في الدوري، وعندنا يوم السبت الجاي مباراه مع سان داونز في افريقيا. يعني مجموعه من التحديات خلينا نسميها هتقابلنا الفتره اللي جايه محليا وقاريا، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده الاستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير الاهرام الرياضي اللي منورنا. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك. صباح خير يا استاذ عبد المنعم. وبصراحه بقى انا هقول اللي حضرتك قلته لي في الفاصل. انا بحب قوي الحاجات دي. لو ماله، شفت الاستفتاح؟ ايوه شفت الاستهلال. بص انا اول ما قلت لها الكلمتين دول قلت هتفتتح بيهم، قولي مفيش مشكله. هو استاذ عبد المنعم لما دخل هو كان بيتابعنا يعني في بدايه الحلقه من اوضه الضيوف، وشافنا واحنا بنتكلم عن الرياضه وعن اهميتها وعن الجسم الرشيق والممشوق، فكان جاي بيقول لي نهاوند يعني ده كلام وانا جاي كده قاعد واتخنت. قلت له كنت كام كيلو يا استاذ عبد المنعم؟ قال لي انا كنت 70 كيلو. طب ايه اللي حصل؟ كورونا. كورونا برضو يعني ده في سنتين حصل؟ لا مش في سنتين، انت بقى خدت بقى القعده والاكل ومفيش نظام، فبالتالي الواحد ضرب راحت مننا. بس ان شاء الله ان شاء الله انا هالتزم معاك يعني. انت أيوة. هتروح الجيم النهارده؟ انا هروح النهارده. بدايه خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. لا منورنا حقيقي. وزي ما كريم اتكلم عندنا ملفات كتيره جدا، وانا مش هخش في تفصيل على قد ما عايز ابدا بسؤال عام. هيقدر الاهلي يستعيد مره ثانيه اللقب بتاع الدوري ولا التحديات ازاي؟ موسيماني انا بصراحه من المدربين اللي انا بحبهم جدا. ليه؟ لانه اولا اذا كانت الناس بتقول عليه ان هو مدير، ان هو مدير فني بتاع بطولات، طب وكل فريق في العالم يعني الهدف الاساسي من المدير الفني اللي هو جايبه ايه؟ بالظبط بطولات. عامل حاله مع الناس، عامل حاله جيده، عامل حاله مع الجمهور، عامل حاله مع التاريخ. ده اهم حاجه ان موسيماني يعمل حاله مع التاريخ، وكل بطوله يدخلها ياخدها، دي حاجه كبيره. طبعا. حاجه عظيمه. طبعا. جدا. طبعا. هو بس استعصى عليه الدوري السنه اللي فاتت باخطاء بسيطه جدا، وامر وارد يعني، اخطاء لاعبين، اخطاء جهاز فني، اخطاء هو. خلي بالك برضه هو اعترف بده وقال ان انا خبراتي في الدوري المصري خلتني يعني الدوري راح مني. ومع بعض الخبرات في الموسم ده، ولو ان قدر الله الاستمرار ان شاء الله، اكيد الدنيا هتتغير بالنسبه له، ان هو
بيتعرف على مدارس، انت عارف طبعا المدارس المحليه مختلفه عن المدارس 100%. الافريقيه. بس شايف انه الموضوع ده قابل انه يتداركه موسيماني؟ هل الاهلي الموسم ده قادر على استعاده اللقب؟ وهو لقب محبب جدا عند كل الجماهير، وانت سيدي العارفين طبعا بحكم يعني موقع حضرتك، انت عارف كويس ان الاهلاويه يعني بالنسبه له ان شاء الله لو خدت بص يعني مونديال ال 11 و 12 الدوري ليه محبه ومعزه خاصه عند الاهلاويه. لا قادر، لانه هو في النهايه زي ما قلت لحضرتك عنده خلي بالك في جزئيه حصلت في كاس العالم للانديه الاخيره، ان الناس كلها كانت بتتجه ان موسيماني مش ما يكملش مع النادي الاهلي، يعني اتجاه يعني في جمهور خلي بالك جمهور غريب شويه يعني انت يعني ايه هو ربما ما يكونش جمهور خاص بالاهلي، احنا عارفين برده الكلام لا 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 في معلش يا استاذ عبد المنعم في وفي وفي ناس برده مالهاش علاقه بالاهلي وبتحب ان هي تروج هذه المواضيع. خليني اقول لك على جزئيه مهمه. اتفضل. جمهور الاهلي لما يتكلم على المدير الفني سواء سلبا او ايجابا من مصلحته بيتكلم على مش هدم، مجرد ان الفرقه بتاعته تسير في الطريق المعقول. ليه؟ لان موسيماني تركيزه الاساسي كان على البطولات، لكن الاداء ما كانش يعني هم الجمهور الاهلي شايف ان الاداء نفسه لم يكن على المستوى اللائق والمطلوب. هو بس هو متفاهم الاسباب ايه برضو مع سعيد التاني. الجمهور بصي الجمهور عايز مباراه عالميه وتنتهي بالفوز. صح. جمهور مصر كده تحديدا يعني الجمهور المصري والمنطقه العربيه كلها المصري بشكل عام. بس بشكل ارجع عام ارجع اقول لك الاهلاويه برضو من ضمن عناصر خصوصيتهم واختلافهم عن مشجعي بقيه الفرق، الى جانب ان المركز الثاني بالنسبه لهم زيه زي الاخير، لو انت مش واخد البطوله يبقى ملهاش معنى كاهلاويه. ده طريقه تفكير الاهلاويه. في كمان زاويه ثانيه، فكره ان انت يعني لما بتيجي تلعب على بطوله بالشكل ده يعني حاجه زي الدوري مثلا مش وارد بالنسبه لهم ان انت في عباره كده بقينا نسمعها في الفتره الاخيره يقول لك المباراه دي تكسب ولا تلعب. ده ما ياكلش مع الاهلاويه، هم عايزينها تلعب وتكسب، هم عايزين يشوفوا اداء ونتيجه. هو ده اللي انا بتكلم فيه. لكن ده عمر ما يحصل يعني يعني شفت في اي فريق في العالم بيعمل ده؟ مستحيل. فرقه كبيره جدا بيحصل لها كبوات وبترجع وبتروح مره ثانيه، وفرقه كتير جدا بتخسر الدوري وعادي. والرياضه من الطبيعي انك تكسب وتخسر. تكسب على طول الدوام ده حاجه خارجه العاده وخارجه القاعده. ولا حتى بلاي ستيشن. فمشكله كلها ان الجمهور جمهور الاهلي تحديدا معود نفسه على انه هو المكسب الدائم. التعادل بالنسبه له هو الاهلي هو اللي عوده. ما هو الاهلي هو عوده لانه مش ده تاريخ، ده تاريخ البطولات. تبص على البطولات الدوري قد ايه والكاس قد ايه والافريقي قد ايه. فطبعا الجمهور يعني بيحب البطولات، فبالتالي انها مشغله عنده. ده شيء كويس جدا وصحي، وده بيدفع النادي الاهلي او يدفع مسؤول النادي الاهلي ان هم دايما بيفكروا في الصالح العام. صحيح. واختيار افضل العناصر اللي هي ممكن تؤدي ان الجمهور يبقى فرحان بفرقته. طب نخش بقى على التفاصيل اكتر ونتكلم عن الدوري هذا الموسم. نقدر لو اتكلمنا عن الموسم اللي فات وهذا الموسم، ايه اللي ممكن نتداركه؟ ايه اللي ممكن يكون لصالحنا هذا الموسم افضل فيعلي من نسب ان الاهلي يفوز ان شاء الله باللقب كما هو معتاد يعني؟ هو الدوري يعني انا بصراحه الدوري مش شايف له ملامح حتى الان. دوري بالتقسيط، دوري مباريات بتنقط كده المباريات. الناس يعني حتى لو تلاحظوا دوري بالتقسيط بعد انتهاء كاس الامم الافريقيه هتلاحظوا ان المباريات يا دوب يعني بتتلعب مش بالحماس الموجود. تتخيلوا ان الاسبوع التاسع ده 12 هدف في 8 مباريات. صعب جدا. 12 هدف في 12 مباراه، ده اقل نسبه في نسبة تهديف في ال 12 اسبوع في التسع اسابيع اللي عدوا. مشكله كبيره جدا. الناس لسه ما خدتش على الدوري، ولسه الاهلي ما سخنش، ولسه انديه كتيره جدا ما سخنتش، وفي كراسي موسيقيه شغاله طبعا يعني في المقدمه. لكن الاسبوع التاسع مش مؤشر على اي مين اللي هياخد الدوري مين مش هياخد الدوري، لكن المنافسه هتكون كبيره لان كل الفرق حاطه في حساباتها انها السنه دي يكون الامر مختلف. ليه؟ لانه يعني التدعيمات يعني بصراحه يعني بيراميدز بيدعم بلعيبه على اعلى مستوى وصفقات والزمالك طبعا ممنوع من الصفقات، لكن في اكيد بس الاهلي عنده برضو شويه اجهادات، عنده بعض الضغوطات. انا بتكلم من الصوره من الخارج، مش بتكلم من التفاصيل اللي جوه بتاعه الماتشات، لان احنا لسه ما نقدرش طبعا نحدد الصوره دلوقتي وبدايتنا كده. هل احنا بنتكلم ده لصالحنا ولا برضو في شويه الحاجات اللي ممكن تؤثر، بعض العوامل اللي ممكن تؤثر؟ الاهلي لو اي فريق في المنطقه بلاش نقول العالم تعرض لمثل ما تعرض له النادي الاهلي ازمه كبيره. مليون في الميه مستحيل. طيب انا وحضرتك وحضرتك
مين كان يتوقع ان النادي الاهلي ياخد البرونزيه في كاس العالم للانديه الاخيره؟ اغلبنا ما كانش يتوقع بالله. ما فيش حد كان يتوقع خالص. والحاجه الحلوه ان اللي بداتي خارج التوقعات. خارج التوقعات صح. وانت يعني ما فيش حد كان متخيل ان النادي الاهلي يكسب في المونتيري ويصعد للمباراه. وبرده بالطمع المشروع المعهود من الاهلويه لقينا نفسنا الله طب ما هي قريبه هي ده احنا كان ممكن نلعب مع تشيلسي مثلا في النهائي. بالظبط. وصلنا لكده من عدم الثقه للثقه المفرطه. طمع في الرياضه او طمع في الكوره مشروع طالما بامكانياتك وقدراتك. وده اللي خلي بالك الاهلي يعني خلي بالك كاس العالم للانديه رجع النادي الاهلي مره ثانيه الى مش هقول لك الصوره لا رجع النادي الاهلي تالي ان النادي الاهلي البطوله الافريقيه اللي بيلعب فيها اللي هي الحاليه مطمع تبقى لقب جديد ولقب الدوري الاهلي ياخده. لا يعني انا شايف ان الاهلي ماشي بشكل جيد خلال الشهر ده تحديدا وفوزه مباراه واثنين وثلاثه الايام اللي جايه مع مباريات افريقيا لا ممكن يعمل حاجه كبيره للنادي الاهلي السنه. طب انا من الناس اللي بشوف ان كل مباراه بتؤثر على اللي بعدها، لو هنتكلم عن مباراه الهلال هل ممكن تؤثر من وجهه نظرك او لا وليه على المباراه مع مصر المقصه؟ يعني هل ممكن الهلال تؤثر على ده كنتيجه كاداء ولا الموضوع ده حاجه وده حاجه فاحنا بنفصل؟ لا, لا في فاصل اكيد في فاصل. مباراه الهلال لها ظروفها، لها ظروف الطقس، ظروف المناخ، ظروف اللي حصل، الاجواء اللي حصلت فيها. وده يعني خلينا اقول نقطه مهمه جدا ان المباريات الان اصبحت مع الاسف الشديد هي مش في حلبه او مش في البساط الاخضر فقط، مع الاسف تحولت المباريات كلها في عوامل خارجيه بتخلي اي مباراه ليها طبيعه وزخم خاص. مستحيل تكون مباراه ما بين فريقين تتحول الى حلبه من الاتهامات والترشقات. يعني الاعلام ساهم في ان مباراه الاهلي مع الهلال تتحول الى مع الاسف وكانها معركه حربيه قبل ان تبدا. وفي النهايه المباراه انتهت بالتعادل والفريقين ما فيش اي مشكله في المستوى الاخضر النهائي. حتى شفنا الاهلي بيعالج اللعيب. ليه كان ايه المشاكل استاذ عبد المنعم؟ يعني هي كان المشكله كانت المشكله عندهم هم عشان موضوع الجماهير وده كان قرار مش خاص بينا تماما. لا انا بتكلم على في حاله احتقان كانت حاصله قبل المباراه وكان ممكن ده يؤدي الى مشكله لانه دايما مباراه الاهلي في السودان تحديدا مع الاسف الاخوه السودانيين عندهم برضه يعني مع الاسف في فهم خاطئ للتعاطي مع مباريات النادي الاهلي. وده المفروض احنا كاعلاميين او احنا كصحفيين او حضراتكم او يبقى في توعيه اكبر ان هي تبقى مباراه بين اشقاء بصراحه. بالظبط قلنا اكتر من مره المباراه مش هتاثر اي تاثير على النادي الاهلي في ماتش قدام المقاصه. الاهلي بيجزأ المباريات طبعا اكيد وكل مباراه وليها طريقتها وليها اسلوبها. مباراه في الدوري غير افريقيا وده شيء طبيعي يعني موسيماني بيعرف يتعامل مع مثل هذه المباريات. انا عايز يعني اروح مع حضرتك لتفصيله بعيده شويه عن اللي احنا بنتكلم فيه وهنرجع نتكلم لان احنا عندنا ملف المحلي والافريقي وعندنا اسئله كتير لحضرتك في هذا الاطار. تمام. بس انا عايز اعرف من يعني وجهه نظر حضرتك وانت مدير تحرير الاهرام الرياضي هذا الكيان والصرح العريق اللي طول عمره محايد وطول عمره موضوعي وطول عمره معتدل جدا وطول عمره مهني وكل منسوبيه وكل من ينتمي الى هذا المكان الحقيقه كلهم الكل من قديم الازل بيشهد ليهم بالمهنيه. في ضوء المستجدات يعني في زمن غابر ازمنه سابقه كان الاهرام الرياضي ومن هم على شاكلته من المطبوعات الرياضيه المتخصصه ليهم تواجد وليهم ثقل وليهم وزن وليهم مصداقيه عند الناس. بعد كده بقينا نشوف ان في حاجه اسمها السوشيال ميديا. وبقى السوشيال ميديا كل واحد قاعد في بيتهم ممكن يطق حنك زي ما هو عايز والكلام ده يتم نشره واعاده نشره ويصبح وكانه راي عام. بقى سهل على مجموعه من البشر ان هم يشكلوا اصلا راي عام من خلال كل واحد قاعد ورا اللابتوب بتاعه. تعرف طق حنك دي كلمه شامي؟ طبعا. فحضرتك يعني هل الى اي درجه انتوا تضررتوا من اللي حاصل على السوشيال ميديا كمطبوعه رياضيه متخصصه؟ مع الاسف العالم كله تضرر. الصحافه خلينا في الصحافه الرياضيه، الصحافه الرياضيه تضررت تضرر غير طبيعي في كل انحاء العالم. الان اصبح كل شخص لديه وسيلته الخاصه في التعاطي مع الاخبار. طبعا. يعني شخص قاعد قدام الناس اللي قاعده في ماتشات وتصور بالموبايلات فيديوهات بالظبط يعني قاعد قدام اللابتوب بتاعه زي ما حضرتك بتقول بيكتب اللي هو عايزه قدامه قناه يقدر يخرج يتكلم منها لايف، قناه يوتيوب، قناه على الانستجرام، حاجات كتيره. فكل واحد من الجمهور المفروض ان هو جمهور يشجع او جمهور يساند اصبح هو في حد ذاته ناقد رياضي. هو يعتبر نفسه ناقد رياضي. نعم بتواكبوا ده ازاي؟ والله في صعوبه.
يعني أنا كنت في مجلس رابطة النقاد الرياضيين من فترة، حاولنا نعمل حصر منفرق ما بين الصحفي النقابي والصحفي المهني اللي هو في المهنة نفسها ورسمي ورسمي، لكن ما عرفناش نفرق، لأنه خلي بال حضرتك كل واحد بيعمل صفحة جديدة دلوقتي على السوشيال ميديا بيكتب الناقد الرياضي الفلاني. طبعا دي محتاجة مطالبات لنقابة الصحفيين إنها تتدخل لتنظيم الأمر بالضبط، لأنه مع الأسف الشديد تحولت المهنة نفسها إلى أي حد، مع الاحترام الكامل لكل الناس، أي حد ناقد رياضي. ومع الأسف في بعض الوسائل الإعلامية بتستضيف بعض الناس على أنهم نقاد رياضيين، هم بعيدين كل البعد عن النقد الرياضي، هم مشجعين في الأساس، مع الأسف مشجعين، هم اللي بيصيروا الشحناء ما بين الجماهير بينهم وبين بعضها. يعني إحنا نفسنا في الدوري المصري ده يكون، فاكر حضرتك طبعا اكيد التنافس كان في السبعينات عامل ازاي والثمانينات عامل ازاي، الاهلي اخو الزمالك والزمالك اخو الاهلي، والاثنين حبايب مع بعض والجمهورين جنب بعض، واسر بتروح المدرجات وناس بتروح تتمتع بالمباراه. انما احنا دلوقتي اصبحنا بننتظر اي مباراه اي ديربي من اجل ان نفرغ شحنات موجوده، السوشيال ميديا كانت سبب، هي السبب فيها، هي عامل. بس عايز اقول لحضرتك استاذ عبد المنعم لو تتفق معايا، طبعا انا شفت في يعني مع ماتشات المنتخب الاخيره، انا شفت العوده مره تانية لهذه الروح الجميله المصريه مؤخرا. لا لكن لو بصيتي في البدايه خالص للمباريات هتلاقي لا، التشيع كان للأندية من البعض برضو، خلي بال حضرتك من حاجة، أنا مش بحاول والله أصدر صورة مثالية، أنا قاعد معاكي وأنا أنا راصد وعارف كويس جدا، وأنا الحاجات دي ما بتعدينيش. أنا مع الأسف الشديد البدايات كانت أندية، تشجيع للأندية، تشجيع لأفراد الأندية، ده ما اتاخدش، ده اتاخد، ده مش، طب ما هو كل الكلام اللي اتقال قبل البطولة، فلان ما اتاخدش ليه، ولما وما راحش ليه، ده ولاعيب اتصف في ارض الملعب اهو، النادي بتاعه تضرر، قالوا كده على قفشه مثلا، تمام، والزمالك على طارق حامد. لكن بس الروح اختلفت في الاخر، اختلفت امتى بصراحه وبشكل ملحوظ، يعني ما خلي بالك لما المنتخب نفسه اختلف، بس كده المنتخب نفسه لما ادى الشحنه، فرغ شحنه الانتماء لنادي، من الانتماء لنادي الى الانتماء لمنتخب مصر، الكل تحول من مشجع لنادي الى مشجع لمنتخب مصر. لان في النهايه الانديه موجوده ليه في مصر؟ احنا عاملين انديه ليه؟ مش عشان المنتخبات، المنتخب اولا ام النادي؟ المنتخب. اشجع ناديه واحب ناديه وادعمه بكل ما فيه، لكن في النهايه منتخب بلادي لازم ادعمه طبعا. وده اللي حصل، وده اللي شفنا مصر وصلت لمرحله تانية. ليه؟ بايه بقى؟ اولا صلاح لما خرج اتكلم وقال انا كذا كذا، لانه كان شايف ان الحكايه كلها يعني امور فرديه، ما فيش اللحمه الجماعيه ما بين الجمهور، ما فيش الناس مش حاسين بالناس وراهم، لما حصل الموضوع الناس كلها وراهم، احنا رحنا فين؟ رحنا منطقه بعيده. نفسنا بقى يحصل الكلام ده امتى؟ علشان نحقق حلم كبير، حلم المونديال. المنطقه البعيده دي هي منطقتنا طول عمرها، بس احنا بنتعمد نخرج منها لاسباب او لاخرى. ليه بقى؟ مع الاسف في ناس غير مسؤوله على في اماكن منابر اعلاميه تتحدث بصوره النادي، تتحدث بصوره الانديه، تتحدث وتغذي التعصب، ناس غير مؤهلين انهم يتكلموا عن عن الانديه بصوره فيها سخريه. حتى يعني هذه اللحظه حضرتك بتتكلم ده موجود في المنابر الاعلاميه، ولا اتحدث عن الصحافه؟ يا استاذ انا بسال والله استاذ، انا عاوز اقول لك على حاجه دلوقتي، اسهل وظيفه الان الاعلامي. لا معلش بقى، انا معقوله؟ انا اسف، انت مختلفه، انا اسف، انا اسف. انت لا هو بقى انا بسمع لقب دايما الاعلاميه، مش عارف مين الاعلاميه، بس الراجل اللي بيخلص نفسك تشتغل ايه؟ انا اشتغل اعلامي، غفرت ما انت شغلتك انا عن نفسي متفق مع حضرتك مليون في الميه. انت راجل لعبت كوره، بس حضرتك بتتكلم على، معلش استاذ عبد المنعم سؤالي، حضرتك بتتكلم عن اسماء مغموره عامله نفسها اعلاميين تتحدث، ولا بتتكلم على اسماء لها؟ هو المغمور ده بيحاول يكون مشهور من خلال ده، ما هو في فرق بين ده وده. بص، بيتكلم على المبدا نفسه، ان هي انا لا يعنيني اللي هم المغمورين اللي طالعين بيقولوا على نفسهم اعلاميين، انا يعنيني الشخص اللي انتوا بتقولها بطريقه حلوه، انا صعيدي ما بعرفش اقولها زيكم، اسمها الترند، مش كده؟ الترند بس طالعه منك حلو والله العظيم، حلو والله، طالعه منك. الترند هو السبب الاساسي فيما يحدث الان في مصر مع الاسف طبعا، كله عايز الترند، وده اللي جابنا ورا. في لعيب قديم، مش هقول اسماء، لعيب قديم بيطلع في ترند، فكله عايز يقلده، كله عايز يطلع. ده اللي جابنا ورا، مش رياضيا، ده رياضيا وثقافيا وفنيا وادبيا، وصلنا لمرحله من العبث. خلينا ننهي الحوار بان احنا وصلنا لمرحله من العبث، لان احنا للاسف وقتنا طب وعلاج العبث ده ايه؟ أيوة. كل واحد يكون ملتزم، كل واحد يكون مسؤول، يكون في ضمير، ضمير مهني، ضمير شخصي على الاقل،
بالتالي نوصل اللي احنا عايزينه ان شاء الله. الفقره قصيره معلش للاسف بس احنا عايزين حضرتك تاني ان شاء الله لان نسق مع فريق الاعداد اللي احنا يعني محتاجين نخش مع حضرتك كمان في فكره هنا الصحافه الرياضيه والاعلام الرياضي حتى لو مش هنتكلم بالتفصيل عن ماتشات بس في كلام مهم حضرتك. وانا سعيد بوجودي مع حضرتك. لا بجد نورتنا كبيره ونورتنا والله يا استاذ عبد المنعم. شكرا جزيلا. هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل تاني فقره مع حضراتكم خليكم معانا. طيب زي ما بيتقال دايما وهنفضل دايما نقولها الاهلي القمه اسم يعني على مسمى وده مش بس في الكوره لكن في كل الالعاب. كان معانا اخبار كتيره جدا يعني النهارده وبالامس والاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبليه بس كل اسبوع تقريبا يعني بنحكي عن بطوله جديده وفي لعبه معينه وفئات عمريه كمان مختلفه. زي النهارده بقى هنحتفل وهنرحب بضيفنا واللي فاز كمان ببطوله الجمهوريه للجمباز وكلمنا عن صناعه اصلا البطل في لعبه الجمباز. نورنا دكتور كريم علي مدرب فريق الدرجة الأولى لرجال الجمباز بالأهلي. بونجور صباح الخير وبطولات جميلة وكل أسبوع تقريبا معانا خبر مختلف بجد نورتنا. الله يخليكي الحمد لله الحمد لله. البطولة دي ليها مذاق خاص عندنا في مليون مبروك الحمد لله ومنور الدنيا. سعداء جدا لوجودك اول مره يعني نلتقي خارج جدران الجيم. ما احنا خلي بالك بنروح الجيم مع بعض. اوكي في النادي. لا امال ليه ما بانش اي لا ده محطم ارقام قياسيه بس هو عشان حاسه والنبي عشان مش بتصدق مش حاسه والله. لا لا ده اتحسن كتير ومحطم ارقام قياسيه بس البدله مداريه يعني. وبص مين اللي بيقول يعني كريم بياكل يخس يروح الجيم يخس. لا ده اداؤه عالي جدا في الجيم. ماشي. انا كنت مبهر الحقيقه كل الناس اللي بتبقى موجوده وقتها. ده انت ابهرتني شخصيا عشان كفايه ابهار على الناس انبهرت زياده عن اللزوم. لا والله ان شاء الله عوده قريبه باذن الله. نتمرن سوا. اولا مبروك. الله يبارك في حضرتك وكالعاده عاملين شغل هايل الحمد لله. ودايما انا يعني حتى من خلال لقاءاتنا يعني في النادي كل يوم والتاني اسمع من حضرتك انجاز جديد ما يا اما تم يا اما في الطريق. فانتوا بسم الله ما شاء الله وكانه خط انتاج للابطال الحمد لله. ايه سر الجمباز في النادي الاهلي؟ تعال نبتدي من الزاويه دي بشكل عام وبعد كده ندخل بقى في التفاصيل. اولا لازم نجيب الموضوع من فوق ان لولا القياده الحكيمه للنادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب وتوفير امكانيات على درجه عاليه جدا ودي مش حاجه سهله. اجهزه الجمباز غاليه سعرا وسيفتي ومن ناحيه الامن والامان لازم نجيب حاجات على مستوى عالي جدا. فمجلس الاداره مشكورا بقياده الكابتن محمود الخطيب وكعاده النادي الاهلي ما بننساش اللي فات بدايه من كابتن الباشمهندس محمود طاهر ساعد في تطوير المبنى وبعدين جه الكابتن محمود الخطيب امر بتغيير كلي لجميع امكانيات الصاله. لما زار الصاله قال لك لا احنا مش هنغير جزئي احنا هنغير كل جميع الاجهزه اللي موجوده. شوفوا الصاله محتاجه ايه واحنا هنغير كل الحاجه اللي موجوده. فتم تطوير صاله الجمباز بالنادي الاهلي باحدث الامكانيات اللي موجوده وده كان احد العوامل المهمه جدا في بناء الاجيال لان الجمباز انا بلعب على الاجهزه. طب العنصر البشري بقى اخباره ايه؟ ما العنصر البشري ده مهما كان مفيش امكانيات طبعا مش هتعمل بيه حاجه. طبعا صحيح. يعني فريق الكوره اللي عندك المحقق انجازات عاليه مبارك له عليها طبعا. لو الملعب بتاع الكوره نفسه مش مؤهل هيحصل اصابات هيحصل مشاكل لعيبه مش هتعمل حاجه بالفريق. طبعا. فده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه احنا بنهتم باللعيبه من اول مراحل السن الصغيره. احنا بنختار اللعيب عشان اللعيب ده مش هيلعب تحت 7 و8 و9 لا ده هيكمل اللعيب ده اللي طالع لي بعد كده اللي هيوصل افضل العناصر لمرحله اللي هي زي ما بتسموها الكريزه بتاعت الجمباز فريق الدرجه الاولى اللي فيه الصعوبه فصول بصناعه البطل الموضوع اللي انت بتحب دايما تتكلم فريق الدرجه الاولى. فاحنا بنبقى عنينا على جميع المراحل اللي موجوده في الملعب وبننتقي افضل العناصر اللعيبه الموجوده عشان يتم تصعيدهم لفريق الدرجه الاولى. انا كنت ماسك منتخب مصر للجمباز مدرب منتخب مصر للجمباز من سنه 2017 ل 2020 اردتش ربنا ان انا اكمل بسبب بعض الظروف اللي هي كورونا وكنت بترقى استاذ مساعد في الجامعه ففضلت ان انا ايه استمر في النادي الاهلي احسن. الفتره دي لما رجعت النادي الاهلي من 2019 حطينا في دماغنا نرجع الانجاز القديم. ايه هو الانجاز القديم؟ من 2010-2015 النادي الاهلي اول مصر الدرجه الاولى. حصل لعيبه بطلت، اللي راح شاف طريقه، اللي سافر، فالفريق حصل فيه اتفرط
غير ان ظروف الحياه عندنا في مصر ما بين الثانويه العامه والجامعه بتخلي بعض اللعيبه مش قادره ان هي تكمل. النظام بيبقى صعب عليها ان هي تكمل مذاكره. طب انا هشتغل، طب انا هعمل ايه في حياتي؟ فالموضوع كان فيه صعوبه شويه. لما رجعنا كان اول هدف عندنا استرجاع المنصه. ارجع ازاي رقم واحد؟ طبعا الموضوع صعب اكيد. بيبدا بتكوين فريق. فريق الجمباز اللي بيلعب بينافس بيبقى خمس لاعبين. طب هل انت عندك خمس لاعبين بس؟ لا طب 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 لو واحد لا قدر الله اتصاب، واحد حصل له حاجه، فانت كان عايز تبني مجموعه. طب المجموعه دي بنائها سهل؟ لا. اول سنه جيت قلت لهم احنا السنه دي مش هنعمل حاجه، ان شاء الله السنه الجايه نطلع منصه، اللي بعد كده احنا هنمشيها خطوه خطوه. لما رجعنا كان عدد الفريق خمسه ست لاعبين. احنا النهارده بفضل ربنا بنختار من 14 لاعب. كويس. بنختار من 14 لاعب وكلهم لعيبه فعلا يصلحوا لتمثيل فريق النادي الاهلي. المشكله بتبقى في ان اللعيبه دي صغيره، مفيش خبره، فاحنا بنساعد في بناء الخبره. في الحمد لله كمان الاتحاد بقياده دكتور ايهاب امين عامل بطولات دوليه، فبنحاول نشرك اللعيبه والنادي الاهلي بيوافق ان احنا نشرك اللعيبه. وعندنا قياده فنيه حكيمه جدا من الاستاذ دكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز. بنتشارك ونتشاور في كل الخطوات اللي لازم ناخدها. احنا هنبني الفريق ازاي؟ طب انا السنه دي مش هعمل حاجه. لا ما تعملش، خلاص احنا السنه دي احنا بنبني فريق. طب السنه الجايه عايزين نطلع على المنصه. لا السنه دي احنا عايزين نكسب. غير خطوه مهمه جدا خدها النادي الاهلي، ودي سابقه في تاريخ النادي الاهلي، بتعاقد مع لاعب مهم جدا، اللاعب الاولمبي عمر العربي، بطل مصر وافريقيا وبطل وميداليات في كاسات عالم. كويس. فده دعم تدعيم للفريق، تدعيم. هو كان المفروض يبقى موجود معايا النهارده بس هو في معسكر عشان عنده كاس عالم. ربنا يوفقك. طب كلمنا عنه اكتر برضو دكتور كريم. لاعب عمر عربي ده لاعب قدير، لاعب قديم في منتخب مصر، بطل افريقيا مرتين على التوالي، المؤهل لاولمبياد طوكيو الفتره اللي فاتت. ما وفقش قوي في اولمبياد طوكيو بسبب اصابه حصلت له في كاس العالم اللي كان في مصر. اوكي. بس هو بيجهز ان شاء الله لباريس. عمره قد ايه؟ 23 سنه. طب الجمباز المصري بشكل عام، انا هنا بقى مش بتكلم على النادي الاهلي بصفه خاصه، عموما الجمباز يعني منتخب مصر في الجمباز اذا ما قورن ب يعني اي نظير ليه من دوله ثانيه، يعني احنا فين من العالم ده العيب؟ احنا دلوقتي من فتره طويله افريقيا واضح ان احنا برضو الى حد ما متواجدين وبقوه، بحكم ان حضرتك اكتر من مره قلت ان فلان اول افريقيا ثاني افريقيا، لكن احنا عالميا بقى احنا فريق اول افريقيا مرتين على التوالي. هايل. وناشئين اول افريقيا بلا منازع. كنت ماسك المنتخب ساعتها. كويس. الحمد لله رب العالمين. في كاسات العالم من 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 زمان، من الجيل بتاعي لما كنت بلعب، مفيش لعيب في الجيل بتاعي ما تاهلش فاينل كاس عالم. وكان في دكتور رؤوف عبد الكريم، وكان في كابتن وليد سعيد، وكان في كابتن محمد سرور، وهختم بي انا، كلنا دخلنا فاينل كاس عالم، كنا مصنفين من العشره الاوائل على اجهزتنا اللي احنا بنلعب عليها. كويس. الحمد لله. هايل. في فترات كبيره جدا، وده ساعد ان الاجيال اللي بعدينا الحمد لله تلاحقنا. محمد شريف السحارتي، وبعدين علي ابو القاسم. علي ابو القاسم، علي زهران، في حركه مسجله باسمه في قانون التحكيم ما شاء الله، مهاره مسجله باسمه. وفي الاجيال اللي بعد كده، عمر العربي، وفي عبد الرحمن عبد الحليم، وفي لعيبه كتير جدا، واحمد اشرف، في لعيبه كتير جدا دخلت فاينل كاس عالم. احنا كويسين جدا على مستوى الاجهزه والفرديات، بس دي الصعوبه في الجمباز بقى. احنا بنبدا بالاول بالاجهزه والفرديات، وبعدين ده يساعد في تكوين فريق ينافس كفريق. بياخد وقت طويل. لاعب الجمباز بيبدا عنده 4 سنين، مسموح له يلعب دولي باسم الدوله وهو عنده 18 سنه، يعني 14 سنه اعداد. كويس. واعتقد مده كافيه مش كده؟ مده كبيره. عشان بس ده يوري حضرتك الصعوبه في بناء فريق جمباز. بناء فريق جمباز بس مع تعاقب الاجيال المفروض تكون ال 14 سنه دي عدت على كتير من العناصر اللي ممكن يشكلوا قوام للمنتخب. ما هو بيشكل قوام للمنتخب، بس انت بتقابل بصعوبات هنا عندنا في المجتمع، اللي هي ايه؟ وجهه نظر الاهل للرياضه والدراسه. ده لسه كنا بنتكلم في التوبيك ده في بدايه الحلقه، واعتقد الثقافه شويه اختلفت دلوقتي ولا لسه ما زالت بدأت بحكم تعدل في يعني خبرتك الأخير. التدريبيه برضه هو بدات تعدل في الفتره الاخيره. ودي كانت احد الصعوبات اللي مواجهاني جدا في السنه دي، لان انا عندي 3 لاعبين انا مقاومه اساسي للفريق، او 4 لاعبين ثانويه عامه، وعندي لعيب في كليه الطب
وعندي لاعب اخر سنه كليه بي اي اس، وعندي لاعب في المنتخب، وعندي لاعب يعني عندي اثنين. على ذكر الموروث الاجتماعي، بعيدا بقى عن الجزء الاكاديمي والدراسه، في كتير من اولياء الامور اللي عندهم بنات صغيرين بيلعبوا رياضات معينه زي الباليه المائي، زي الجمباز الايقاعي، زي الجمباز الارضي، في رياضات معينه بتستدعي ملابس معينه. في بعض الاحيان بتلاقي الاباء والامهات عندهم تحفظات ان بنتهم تكمل مثلا في الجمباز لغايه بعد سن مثلا 15 سنه، لا لغايه كده وكفايه. يعني قانون الجمباز حتى في دوره، انت فاهم انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على موروث اجتماعي. حتى في الدوره الاولمبيه الاخيره فريق المانيا لعب بجامب سوت، لعب بمايو كامل. فانت ليك مطلق الحريه ان انت تلعب. ثم دي زي ما حضرتك قلت دي فكر او موروث شخصي انا ما اقدرش ادخل فيه. حضرتك عندك استعداد بنتك تلعب؟ لا، هي ابنك يلعب. استكمالا لسؤالنا هوند، هل حسيت ان ده اتغير شويه في الفتره الاخيره؟ هو اتغير كتير، اتغير كتير، بس في نفس الوقت برضه انت ليك مطلق الحريه تعمل اللي انت عايزه. طبيعي، ما حدش بيجبرك. فالحاجه الثانيه، اللاعب او اللاعبه اللي بيمارس الرياضه بتلاقي دايما الحمد لله، خصوصا الجمباز عشان لعبه عنيفه، لعبه قويه جدا، صعبه جدا في ادائها وفي تدريبها، بتلاقيه ملتزم جدا في حياته. جدا لها انعكاسات ايجابيه على اللايف ستايل. جدا لازم يبقى نومه كويس، اكله كويس، شربه كويس، علاقته بربنا كويسه، كل حاجه في حياته لازم تبقى منتظمه. اللي ما بيعملش كده ما بيكملش. ودايما الجمباز بيبقى اختيار اهالي كتير عشان ياسسوا ولادهم حتى استعدادا لممارسه رياضه ثانيه بعدين. مفيش حاجه في الجسم في الجمباز ما بتشتغلش من اول العقل لغايه جميع عضلات الجسم. هتلاقي في المعظم لعيب الجمباز متزن نفسيا وعقليا، وتلاقيه على استعداد ان هو يلعب اي رياضه اخرى. لعيب الجمباز تلاقيه نشط، عنده استعداد انه يؤدي، التوافق عنده عالي، ذهنيا سريع، حتى هتلاقيه في الكلام بيتكلم كويس. طب انهي مين الاشطر ولا لا تقاس بهذا الشكل، البنات ولا الولاد؟ لا دي ده تدريب واداء، وده تدريب واداء. طبعا اشرح لنا اكتر. طبعا البنات اجمل وشغلهم اكتر ليونه مثلا، اكتر ليونه، بس ده طريقه شغل ودي طريقه شغل، خصوصا بعد مراحل البلوغ فيسيولوجيا. ده طريقه في تدريب، ولا ده له طريقه في تدريب. بعض الاحيان بيحصل مشكله في التدريب عند البنات عشان بعض المدربين بيمرنوا البنات زي الولاد. لا ده طريقه وده طريقه، ده يشمل ونفسية العمل النفسي كمان. ده كان سؤالي يعني ساعات انا ساعات مثلا بعنف لاعب، وده دوري كمدرب احيانا، لان الجمباز لعبه فيها خطوره احيانا. بعنف لاعب، اولا لازم اعمل عامل السن. طب انا فريق الدرجه الاولى انا بمرنه، هل في احيانا ما عنفتش لاعبين؟ عنفت. طب قدام الناس؟ لا. لعيب كبير في الجامعه، طب هيبقى شكله ايه وهو مروح رايح يقابل صحابه وانا لسه معنفه بطريقه جامده قدام الناس؟ الثقه النفسي صح لازم يكون، هيجي لي مكسور. لا انا عايز واثق من نفسه، انا عايز. البنت برضه، البنت ما ينفعش تيجي عليها، ما ينفعش تعنفها بطريقه جامده. في تعنيف، في تعنيف، في صرامه يعني. صرامه، في صرامه، بس لازم تعرف تعملها امتى وازاي وبما يناسب الحاله النفسيه للاعب. كل موقف ولو حدث ولو حديث. بس ليس هناك فارق في المستويات، انا بتكلم حصولا او حصدا للبطولات والميداليات هنا او هنا، ده حاجه هو بيبقى في فوارق يعني، بيبقى في فوارق على حسب الحالات الاجتماعيه وعلى حسب الحالات التدريبيه وعلى حسب نظام التدريب. احيانا ساعات فتره بتيجي مستوى البنات على مستوى الدول حتى يعني على مستوى الدول، الصين كانت متسيده في البنات، دلوقتي امريكا متسيده في البنات. والصين متسيده حاليا لغايه دلوقتي في الولاد، في منافسه بينها وبين روسيا جامده جدا. الصين مستواها تراجع شويه في البنات، هتلاقي فتره تانية ده حصل العكس، بتبقى تبادلات. اوكي، تبقى بشكل تبادلات. عنصر الوراثه دكتور كريم بيفرق يعني، هل في دول معينه فلتكن روسيا مثلا كمثال، هل الوراثه بتاعتهم بمعنى ان الهيكل بتاعهم، الهيكل العظمي، العمود الفقري، طبيعه التكوين العضلي عندهم، هل في شعوب مميزه كتكوين بيخليهم اصلح يعني من غيرهم في ممارسه الجمباز؟ والله هو كل العالم في مختلف الانماط الجسديه. في حاجه اسمها علم الانتقاء. علم انتقاء، انتقاء احنا بندرسه عندنا في الجامعه. تمام. انا برضو لما باجي اشوف لعيبه الجمباز في مواصفات معينه بنتقي على اساس لعيبه الجمباز، في اختبارات معينه
بنتقل على اسهل لاعبي الجمباز، وفي استفسارات واستمارات استبيان بختار على اسهل لاعبي الجمباز. يعني انا بخلي ولي الامر احيانا في بعض الحاجات المتقدمه يملى استماره، هل في امراض وراثيه ولا لا؟ اوكي. طب في زي انترفيو بيحصل، ده بيحصل بره اكتر مع ولي الامر. لو ولي الامر او وليه الامر طوال قوي يبقى الولد ده هيبقى بالطبيعي هيبقى زيه، هيبقى فيه صعوبه شويه في الجمباز. في قياسات بتحصل لانماط الجسم، لشكل الجسم، لطبيعه العمود الفقري، لطول الدراع. يعني عند حضرتك مثلا طول الذراع عندنا مهم جدا في الجمباز عشان عمليه الارتكازات على الايدين. ما ينفعش الذراع يبقى قصير او طويل بزياده، الفرق بين الجزع والجسم. فدي اختبارات محطوط لها مقاييس عن طريق ابحاث علميه قديمه جدا وكتيره جدا، على اساسها بيتم انتقاء لعيب الجمباز. يعني الموضوع بيبقى من اساس علمي، واحنا الحمد لله في نادي الاهلي عندنا بقياده الدكتور محمد فؤاد بنطبق الاختبارات دي. ومش معنى ان انا بنتقي يبقى انا مثلا منتقي عدد معين الباقي وحش، لا. أيوة. انا بنتقي افضل العناصر. في اختبارات نفسيه عن الاستيعاب، عن ما ينفعش لعيب الجمباز يبقى بيخاف. لو خفت من الاداء انا هقع، انا هتعور. ففي اختبار نفسي مثلا بسيط جدا بطلعه مثلا في جهاز حصان القفز، طفل عنده 5 6 سنين بقول له نط على مرتبه طريه يعني زي الملاهي. لو عمل كده وخاف انا بقول لا، ده زي قفزه الثقه كده في بالظبط. طفل عنده 4 5 سنين في ولد تاني تلاقيه ينط وهو عايز يرجع ينط تاني وبيلعب. ده كان انا اكيد، انا بريح ده انا وانا صغيره. كنت لعيب جمباز، شقيه جدا، انا شقيه جدا، ده لعيب جمباز. بس فهو الموضوع له اساس علمي، بننتقي على اساسه بغض النظر عن الشعوب. طبعا في شعوب بيبقى عندها السرعه عاليه زي ما بنشوف برده في العاب القوى. طبعا في العدو ال 100 متر، السمر ال 100 متر بيبقى عندهم الالياف العضليه السريعه عندهم اكتر. بس مش كل اللي قوي ينفع ولا كل الضعيف ما ينفعش. طب انا عندي سؤال بقى دكتور كريم، برضو بما ان احنا بنتكلم في الشق النفسي، البعض وحضرتك برضو تصلح لي المعلومه دي، البعض بيشوف او بيقيم الرياضيين ان هم بيبقى بما ان هم على طول مشغولين وعلى طول عندهم تدريبات وغيره، فالسوشيال لايف بتاعتهم بتبقى مش افضل شيء، وده بيجي على حساب ده للاسف الشديد، وده بيخليهم بعد كده في حياتهم مش اشخاص اجتماعيين. انا يمكن عندي كيسز كده لاصدقاء ليا أبطال رياضيين فعلا سوشيالي مش احسن حاجه، بس ربما دي كيسز لوحدها. هل فعلا الموضوع بيأثر ولا لا؟ هو الموضوع ترتيب اولويات. انا وانا لاعب واللعيبه بتاعتي هم لاعبين، في حاجه اسمها ترتيب اولويات. انا عندي تدريب، البريوريتي الاولى عندي التدريب. بظبط كل حياتي بجامعتي بدراستي بوقت مذاكرتي على اوقات التدريب. احنا عندنا كان مشكله شويه ان احنا هننظم مواعيد التدريب امتى. طب وبعدين، طب انا عندي مناسبه، تواصل معايا وهنحدد المناسبات على حسب مواعيد التدريب. اوكي. لكن في نفس الوقت بتلاقيه اجتماعي جدا والله. في 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 المناسبات الاجتماعيه بتلاقيه بيعرف يتفاعل ويتعامل مع الناس كويس جدا. بس هي الموضوع موضوع اولويات. انت مثلا هتعزمني على الغدا مثلا في نص الاسبوع، انا مش هعرف اجي عن تدريب. لو في وقت الاجازه هتلاقيني هاجي وهتفاعل وهبقى مبسوط. يعني البالانس في الاخر، هي موضوع الموازنه لتنظيم الوقت. بس على ذكر الوقت، احنا للاسف وقتنا المتاح في الفقره دي خلاص بينتهي، فاحنا يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا النهارده، نورتنا واسعدتنا. ومره ثانيه مليون مبروك. الف الله يبارك في حضرتك، جدا 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 متشكر، وتشرفت بحضرتك وتشرفت بحضرتك جدا. ده مكانكم والله بجد، بالعكس انتوا اللي بتسعدونا بالبطولات. وانا بقابلكم كل مره مبسوط، وارجع اتمرن ثاني بقى عشان تعمل ارقام قياسيه ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور كريم، تشرفت بحضراتكم جدا، تشرفت بحضراتكم. احنا هننهي بس الفقره. ماشي، يلا طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم اخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده اللي هتنورنا من خلالها دكتوره دينا ابو السعود، وحوار حول دعم الطاقه. خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه عوده من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وثاني واخر فقراتنا الحواريه. الفقره دي هنتكلم فيها في حاجه اعتقد ان هي تهم كتير جدا من حضراتكم. كتير جدا مننا، وبالمناسبه اللي هقوله ده ينطبق على فئات عمريه مختلفه، مش مثلا كبار السن فقط، لا، اللي هقوله ده ينطبق على ناس كتير بقت دي شكواهم الدائمه، فكره ان احنا على طول حاسين بخمول، همدانين، مش قادرين، ما عندناش طاقه. الموضوع ممكن كمان يتصاعد ويوصل لمشاكل في التركيز وفي الذاكره. فكل دي امور عايزين نعرف نتخلص منها ازاي، نتحاشاها ازاي، الى جانب ان ايه الرابط بين الحاجات او الشكاوى اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي وبين مجموعه فيتامين بي ب
بكل تفاصيله. ده اللي هنعرف اجابته من دكتوره دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز اللي دايما بتنورنا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك. صباح الخير. عامله ايه؟ اهلا بيك. ازيك يا كريم؟ الحمد لله كله حلو. ربنا يخليك. دلوقتي ناس كتير جدا وكتير من الشباب تلاقيهم بيشتكوا لك مش قادر، انا عايز اعمل الحاجه بس مش قادر، ما فيهاش طاقه، ما عنديش باور. ده بيكون ناتج عن ايه؟ مشاكل طبعا كتيره، يعني حاجات كتيره احنا بنعملها في حياتنا اليوميه مش ما نعرفش انها بتاثر على طاقتنا وعلى تركيزنا. زي عدم النوم، السهر دي. أوكي. طبعا انا يعني لو سهرانه لغايه 5 الصبح وعندي شغل 10 الصبح اصحى، اليوم كله هتتاوب طبعا، مفيش طاقه، نعسانه. لازم نعرف ننام كويس ولازم نحد شويه من التوتر. ممكن يكون كويس ده اللي هو من 6 ل 8 ساعات. 8 ساعات على الاقل. مفيش 6 خالص. لا لا، خليهم 8 يا كريم. ومش 5 الصبح. لا 11 12 يعني بيبقى صعب. يعني انا بحاول فعلا نوم الليل افيد حقيقي من نوم طبعا النهار. طبعا نوم الليل ده ديتوكس للجسم كله، ديتوكس للكبد. بتندك بالليل وانت نايم، الخلايا المناعيه بتنتج بالليل. مهم جدا النوم بالليل مش النوم الصبح. من الحاجات التانيه برضو اللي بتاثر جدا على الطاقه، كميه السكريات اللي بتتاخد في اليوم مش طبيعيه. ما بقولش خلاص مش عارفين نمنع السكر، يعني كفايه معلقتين سكر في اليوم على اليوم كله، لكن 10 معالق سكر على الشاي والقهوه دي مش مشكله. ومع حلويات السكر الزياده، مع مشروبات غازيه، مع مشروبات ومشروبات الغازيه من اهم الحاجات كمان، لان المشروبات الغازيه بتقلل لي امتصاص الفيتامينات والمعادن. فكثره المشروبات الغازيه، كثره الكافيين. ما بقولش ان احنا نمنع الكافيين، نشرب الكافيين بتاعنا مرتين في اليوم، لكن مش 5 6. بلاش اكسس للكافيين، لان الكافيين لما بيحصل له اكسس بيحصل هارت بيتس اعلى، يعني ضربات القلب بيعلى والضغط بيعلى وحاجات كتير. فنعرف نعمل مونيتور للكافيين. مشروبات الطاقه كفايه واحده. ليه الافراط؟ اي حاجه فيها افراط بتقلب ضد. صحيح. السكر الافراط ضد. صحيح. مشروبات الطاقه ضد الافراط، الكافيين. طيب ايه كمان اللي بنعمله؟ كمان اكيد عدم الرياضه تماما. الرياضه بتجري الدوره الدمويه، بتجري بتعلي كثافه العظم، فاقدر امشي اروح اجي. الدوره الدمويه تشتغل، فالاكسجين يوصل للدماغ، نبتدي نركز. ومع الاكل الصحي، ومع الاكل الصحي اكيد برضو ممكن ندعم بمكمل غذائي تركيزه مناسبة جدا، ان انا استخدمه يوميا، ان انا ابقى داعم للطاقة والتركيز. ومن اهم الفيتامينات المهمة جدا للطاقة فيتامين بي كومبلكس بكل مشتقاته. وده اللي هو بيشكل جزء كبير من مكونات ألب مالتي فيت بصفة خاصة على حد بالزبط. علمية بالظبط. ألب مالتي فيت في فيتامينز كتيرة، من اهمهم فيتامين بي كومبلكس بكل مشتقاته. فيتامين بي 1 الثيامين، فيتامين بي 2 الرايبو فلافين. عندي كمان داخل ألب مالتي فيت فيتامين بي 3 النياسين، وعندي فيتامين بي 5 البانتوثينيك اسيد، عندي الفوليك اسيد فيتامين بي 9، عندي فيتامين بي 7 البيوتين، وعندي اخرهم فيتامين بي 12 اللي هو الكوبالامين. مهم جدا ان احنا يوميا نحصل على جميع مشتقات فيتامين بي كلها، للطاقة، للمناعة، للتركيز والكفاءة الدم. طب هو اشمعنى فيتامين بي بصفة خاصة اللي ليه مشتقات وليه يعني تفريعات كتيرة دون العنبريت؟ ده هو العلماء اللي اكتشفوا ان هو ليه فعلا بس تفريعات. هو كل واحدة منهم على حدة ليها خواص ما هم بيكملوا بعض يا كريم، يعني كل واحد فيهم بيكمل التاني. طبعا احنا شايفين على الشاشة دي كبسولة ألب مالتي فيت. تمام. العبوة بتكفي شهر. اوكي. 30 قرص، السعر هايل. طبعا لازم اقول انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء. دي نقطه مهمه جدا. طبعا ما حدش ياخد اي مرخص من هيئه سلامه الغذاء وتحت اشراف وزاره الصحه طبعا. تمام. دي تراكيز، التراكيز معقوله جدا جدا جدا. عشان كده بقول ألب مالتي فيت مش علاج لاي مرض، ده اسلوب حياه. لو هتكلم على هشاشه عظم، لا ده قصه تانية، لان هو طبعا في كالسيوم، ده موضوع اخر، لازم نروح للدكتور بيدي اكتر بكتير من المعدل اللي عندي. أوكي. مع الادويه. ألب مالتي فيت ده لايف ستايل، طاقه، مناعه. لو هتكلم على المشتقات، ألب مشتقات فيتامين بي،
طبعا كل عائله فيتامين بي ووتر سوليبل يعني بتدوب في الميه، بتدوب في الميه ما بتتخزنش عندي في الخلايا، ما عنديش ليها مش مشكله خالص لو بالتالي ما ينتجش عنها اي اثار جانبيه اطلاقا اطلاقا. الفوليك اسيد مهم جدا لدعم لو مثلا سيده حامل مهم جدا ليها قلب مالتي فيت. الفوليك اسيد موجود بنسبه 400 مايكرو جرام او 0.4 ملي جرام، نسبه كويسه لدعم الجنين بتاعها ودعم الخلايا العصبيه لان هو اللي بيكون الخلايا العصبيه للجنين. حلو. وتقدر اكيد هتستشير الدكتور بتاعها وتساله على الب مالتي فيت. عندي كمان للطاقه فيتامين بي 1 مهم جدا للطاقه لان هو اللي بيحول لي الكربوهيدرات اللي احنا بناكلها لطاقه. اوكي. عندي فيتامين بي 5 مهم لان فيتامين بي 5 بيحول لي الكربوهيدرات مع والبروتين، يعني احنا نسمع ايه ان النشويات هي اللي بتتحول لطاقه. فيتامين بي منهم فيتامين بي 5 بيحول لي البروتين والدهون لطاقه كمان. فحاجه رائعه الب مالتي فيت. بتلاقي حتى لو اي حد استخدم، انا العملاء اللي بيبعتوا لي على السوشيال ميديا بيقول لي يا دكتوره دينا احنا بدانا نستخدم الب مالتي فيت في خلال يومين ثلاثه بقى لا يصحى من النوم عنده نشاط، بيروح يشتغل، بيحقق اهدافه. يعني الفرق ملحوظ للدرجه على طول وبالسرعه دي. بالسرعه. هو اكيد كل ما هتستخدمه كل ما هتحس اكتر، بس في خلال 3 4 ايام هتلاقي نشاط. مهم ان احنا نعرف ندير طاقتنا. صعب قوي واحنا في سن صغير ثلاثينات، يعني الواحد بيتخرج عشان يبتدي يعمل مستقبل، مش احنا في العشرينات مش على المعاش. صحيح. نقعد نريح طبعا. انا لازم ابتدي اعمل مستقبل. طبعا. المستقبل من جد وجد، المستقبل مش هيجي غير وانا بعافر. لا ودي المرحله العمريه اللي المفروض ان الواحد بيكون فيها في عز عمره، فيري فريش، الكيرف بينزل شويه بشويه بعد. صح. كده الاكل اللي كله زي ما انا قلت سكريات المقليات الحاجات دي كلها مشكله، يعني نحاول ان احنا نقلل بقدر الامكان الجانك فود. يعني نحاول نعمل لانش بوكس. هو طبعا صعب، لو يمكن فكرتني بالقصة الاكل لما مثلا بيبقى عندي 6-7 حلقات في اليوم عملت، يعني انا بقى لي 7 سنين في الميديا عملت اللانش بوكس دي عشان مش عايزه انا نفسي تهفني على بيتزا، عملتها يومين يعني طبعا الناس حفلوا عليك اكيد. يعني انت داخله علينا كده باللانش بوكس اكيد مش هنفوتها، يعني لان ما ينفعش انا بقول يا جماعه ناكل اكل، لازم ناكل اكل صحي، لازم انا كمان اكل اكل صحي. احيانا لو حتى الواحد نفسه هفته على الاكل اللي مش صحي، انا عندي داخل الب مالتي فيت انتي اوكسيدنت. مهم يا جماعه نمشي على مضادات اكسده لان مهما قلت بيبقى صعب. لا والنفس بتاخدك لها وتبقى ساعات الواحد ريحه اكله طبعًا معينه تخليكي تركيني وتنزلي تجيبي يا عيني. والله صحيح. ايوه صح صح. طيب سؤال بقى، هل في حالات معينه ما ينفعش او ما يفضلش ان هم ياخدوا من خلالها او ياخدوا فيها الب مالتي فيت؟ الب مالتي فيت مناسب لجميع الناس، كل الاعمار، كل الاعمار من ابتداء من 13 14. مناسب جدا لاصحاب المرض الامراض المزمنه زي مرضى السكر اللي بيمشوا على الأدوية بتاعتهم والإنسولين بتاعهم، نقدر ندعم بمكمل غذائي لأنه مش علاج أصلا. لمرضى القلب، لمرضى الضغط، ما عنديش مشكلة يمشي على أدوية الدكتور وياخد ألب مالتي فيت. ممكن يبقى عندي كونسرن بسيط على قصور اللي عندهم أمراض في الكلى، أكيد هم من نفسهم أي حاجة بياخدوها بيستشيروا الطبيب بتاعهم. غير كده كل الناس تقدر تاخده بلا استثناء. أوكي. طيب. والحوامل امن ليهم، ما عنديش اي مشكله. الحامل اوريدي محتاجه كالسيوم. ممكن على فكره بس الكالسيوم تحتاج تركيز اعلى من الب مالتي فيت برضو، فتسال الدكتور بتاعها. طيب هل يعني سواء الب مالتي فيت بصفه خاصه او المالتي فيتامينز عموما بيبقى لهم اي اثار جانبيه؟ طبعا مهم اقول ان الفيتامينات ووتر سوليبل وفات سوليبل. في مثلا حد لما بيبقى عنده ديستراكشن رهيب سواء في الكالسيوم سواء في اي فيتامين، الدكتور بيديله كورس 3 شهور تركيز عاليه جدا وبعد كده يكمل بقى على ايه، على الـ على الـ على الالب مالتي فيت، التركيز المناسبه جدا ان انا امشي عليها لايف ستايل او اي مكمل غذائي هم ماشيين عليه كلايف ستايل. لكن الفيتامينز لو الدكتور كاتبها على تركيز عاليه هو من نفسه بيقول له شهر شهرين وات ايفر الدكتور بيكتب له ايه، وبيوقف التركيز العاليه ويمشي بقى لايف ستايل على التركيز البسيط. طيب هو الالب مالتي فيت يعتبر مالتي فيتامين ولا يتصنف كمكمل غذائي ولا هو الاثنين؟ هو الاثنين. ما هو الاكل فيتامينات ومعادن، هو ده اللي احنا عايزينه. حلو. فاوريدي هو مالتي فيتامين
ومكمل غذائي. يعني انا ما بعرفش اخد، يعني الجسم محتاج في اليوم 1000 جرام كالسيوم مثلا، هاخد قد ايه لبن وزبادي طبعًا. الحاجات اللي الجسم محتاج في اليوم 1 جرام فيتامين سي، هاخد قد ايه انا من كيوي ولا برتقال ولا طماطم، كل الحاجات دي طبعا فيها فيتامين سي. الجسم محتاج، وطبعا المناعه بنسمع على طول ايه، ناخد توم وبصل بيعلوا المناعه جدا. طب بس يا جماعه ما حدش ياخد توم على الريق، اديني بقول يعني عشان ما يحصل لناش قرح. التوم حلو جدا للمناعه وحلو جدا للطاقه، واسمع انه كمان مفيد للمعده، مطهر جداً بشكل ما للمعده بالظبط يعني. فمش كل الوقت بعرف الزنك. عندك النحاس، النحاس مهم جدا، والنحاس بناخده مثلا من ايه، من المحار، السي شيل المحار بتاع الكندوفلي والمحارات والحاجات دي بالزبط. مش كل يوم هناكل الكلام ده، النحاس مهم جدا. ناس كتير ما بتسمعش عن النحاس، النحاس مهم لكل اعضاء جسمي، النحاس مهم للهرمونات اللي الغدد بتنتجها، النحاس مهم لاي خليه عندي بتتجدد محتاجه نحاس، هناخد النحاس من ايه؟ لكن النحاس لازم تبقى نسبه بسيطه. النسب اللي مش بسيطه لما بيبقى معاه الزنك، لان الزنك مش هيشتغل من غير نحاس. أوكي. الزنك بيكملوا بعض يعني، بيكملوا بعض. الزنك لازم نحاس معاه، بيفعلوا بعض، بيفعلوا بعض. فطبعا نصيحتي للساده المشاهدين، قلب مالتي فيد فيه زنك ونحاس. في بعض الناس بتمشي على مكملات غذائيه فيها زنك، ركزوا في قصه ان النحاس ما يقعش منكم، لان الزنك هيستهلك النحاس جدا. هو بالمناسبه يا دينا، ايه اللي بيفرق مالتي فيتامين عن التاني؟ هنفترض ان في نوعين ثلاثه، والثلاثه مصرح بيهم من الجهات المعنيه والى اخره، ايه اللي بيفرق نوع عن التاني؟ هل نسبه تركيز كل فيتامين على حده جوه الكبسوله؟ نسب التركيز بتفرق، والفيتامينز يعني في فيتامينز موجوده في المالتي فيتامين ده المصرح بيه وكل حاجه محترم جدا، بس في فيتامينز مش موجوده فيه والجسم محتاجها. يعني كون ان العلبه دي علبه مالتي فيتامين مش معناها بالضروره ان كل الفيتامينز موجوده لا فيه. لا لا مش معناها، بتختلف من نوع للتاني، بتختلف من شركه لشركه ومن نوع لاخر، والتركيزات اكيد بتختلف. اكيد. طب سؤال، في نفس الفئه بتاعته ايه اللي يفرق ألب مالتي فيت عن غيره؟ ألب مالتي فيت يفرق عن غيره انه من الاقوى كضد اكسده. في فيتامين اي وفي فيتامين اي وسي، الاثنين دول انتي اوكسيدنت. مهم ان انا اعمل ضد الالتهاب. مش بقول ان كل التهابات الجسم نتيجه نقص الفيتامينات، الاكل بيعمل التهابات. اهم حاجه ان الالتهابات نعرف هي نتيجتها ايه، لان لو التهاب نتيجه مرض معين لازم اكلي على الدكتور. لكن احيانا الجسم بيعمل التهابات من الاكل اللي مش صحي، زي المقالي، زي الفرايدز، الحاجات الفرايد المحمره والاكل المسبك ده بيعمل لي السكريات الزياده عن اللزوم اللي قلتها في اول حلقه، بتعمل لي التهابات. التدخين بيعمل لي بيعمل لي اوكسيديشن وبيعمل لي اكسده. فلازم ان انا، لو صعب ان انا اقول لست او راجل امتنع عن التدخين، هيمتنع عن التدخين، بيبقى حاجه صعبه جدا. طبعاً. فبنحاول ان احنا نعوض سنه، طبعا لازم نمتنع لانه اضراره رهيبه، بحاول ان احنا نصلح ولو حاجه بسيطه. فطبعا ألب مالتي فيت الاقوى كمضاد اكسده، فيتامين اي من اقوى الفيتامينات اللي ربنا خلقها لانها تحمينا من الاكسده، بلس اكيد فيتامين سي كمان انتي اوكسيدنت. طب تعالي نرجع لفيتامين بي بصفه خاصه بكل مشتقاته، في حال ان هو ناقص في الجسم ده بيسمع في ايه؟ بيسمع اول حاجه في الاعصاب، بتلاقي ممكن ايدك ترتعش شويه، التهاب في الاعصاب. لكن مش كل الايد اللي بترتعش، احنا عندنا الباركنسونيزم، شلل الرعاش ده بتجري على الدكتور تاخد الدواء بتاعك. من احد الاعراض الارتعاش الايد، تنميل الاطراف على طول، العين، صحه النظر شويه زغلله، يعني زغلله سنه كده، لان هو بيدعم اعصاب العين جدا. عشان كده بتلاقي على طول مرضى السكر بيمشوا على فيتامين بي، لازم الدكتور يكتب لهم، يعني بينصحهم بفيتامين بي عشان دعم للاعصاب، لان مرضى السكر بيبقى على طول عندهم اعصابهم تعبانه شويه. فدعم للاعصاب، صحه العين مهم جدا، صحه العين. نقص فيتامين بي ممكن يديني عدم تركيز. الخلايا العصبية اللي في المخ كلها محتاجة فيتامين بي، محتاجة جدا. فبتلاقي عندك برضو الموضوع ده، عندك الدوخة، لأن هو بيدعم لي كرات الدم الحمراء. فلو كفاءة الدم حصل فيها برضو خلل، ممكن يبقى من أحد الأعراض نقص الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12. طيب الذاكرة، في ناس كتير بتشتكي من ضعفها
وكمان من ضمن الناس اللي هي في عز شبابها الحقيقه. زائد ان انا خدت بالي في الفتره الاخيره بعد انتشار طبعا وتفشي جائحه كورونا ومن بعدها اوميكرون، في ناس كتير من اللي تعافت من المرض ساب لها اثر في مكان ما. يعني الواحد ممكن يبقى ضربه جايه له في القولون، حد تاني المشكله جايه له في النظر او في التذوق او في الشم او في المعده. يعني فاهم ازاي؟ ساعات كمان، ودي لاحظت ان هي قاسم مشترك مع ناس كتير، بيقول لك انا ما بقتش ذاكرتي زي الاول. يعني انا بعد ما تعافيت من الكورونا بقيت بنسى بشكل ملحوظ عن قبل ما اصيب بالكورونا او بالاوميكرون. انا بقول ان الب مالتي فيت ده لايف ستايل، هو ممكن يكون اكيد لازم يمشي مع الدكتور لو عنده مشكله ما من متلازمات الكورونا، هيحتاج اكيد ادويه يمشي عليها فتره وبيوقفها، دي بتاعه الدكتور. لكن الب مالتي فيت داعم جدا، اتس نوت ا ثيرابي، هو مش علاج، هو داعم للصحه والمناعه، فممكن ياخده هيلاقي تركيزه احسن شويه. حلو. طيب قبل ما الوقت يسرقنا اكتر من كده، في سؤالين جم من المشاهدين. سؤال من الاستاذه سندس صلاح بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتقول كنت عايزه اعرف سبب ظهور نقط بيضاء في الضوافر، زائد ان هي بتشتكي من ان ضوافرها مش بتطول وعلى طول بتتكسر، بتقول ده سببه ايه علما بان انا عندي 35 سنه. من احد اسباب مشاكل الضوافر تكسر، ما تطولش، بتتكسر بسرعه، حاجات كتير. اكيد عدم الاعتناء بالضوافر، يعني لازم قبل ما انام احط مرطب على ضوافري. لو البنات اللي بيحطوا جل كتير مش طول الوقت، يعني مش لازم تعملي ريفل 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 طول الوقت، سيبي او اللي بتركب فتره ان الضفر نفسه يتنفس. دي الحاجات اللي لازم تتعمل، مع اكيد نقص البيوتين، من اهم الفيتامينات، والبيوتين احد اعضاء او احد مشتقات بي كومبلكس. نقص البيوتين بيعمل لي مشاكل كبيره جدا في الضوافر. الكالسيوم الكالسيوم مهم قوي، فممكن يكون من احد الاسباب نقص الكالسيوم والبيوتين، الاثنين دول مهمين جدا لصحه الضوافر، اكيد موجودين داخل الف مالتي بيت. حلو. احمد علاء بيصبح عليا وعليكي، بيقول كنت عايز اعرف ايه سبب الصداع المستمر والارق، هل ده ممكن يكون نتيجة نقص فيتامينات معينة؟ وهل في تحاليل دورية مفروض نعملها عشان نعرف لو الجسم بيعاني أو يعني في مشكلة نقصان في أي فيتامين من الفيتامين؟ ممكن يكون من أحد أعراض الصداع والدوخة وعدم التركيز نقص الفيتامينات والمعادن. من أهم الفيتامينات والمعادن اللي بتدعم جدا الأعصاب والتركيز فيتامين بي كومبلكس بكل مشتقاته، فيتامين بي 1. ده مفيش قاعده بنقعدها يا دكتوره دينا غير لما بنتكلم عنه قطعيه حلوه من الوقت، نظرا لاهميه الفيتامين ده. صح، لكن اكيد مش كل، يعني بقول هو احد الاعراض وليست ان ده العرض يبقى انا هعالجه بفيتامين. فلازم اعرف ايه المشكله فين، لكن اكيد الب مالتي فيت بيدعم جدا التركيز، بيدعم موضوع الدوخه. يعني احيانا كتير بتلاقي ناس دايخه، ما بتعرف يعني لو عندي انيميا لازم بقى اروح للدكتور امشي على حديد. ده الف ب. لكن اقدر ادعم بالكوبالامين اللي داخل الب مالتي فيت، ادعم كرات الدم الحمراء، ان انا اساعد كفاءه الدم تبقى صحيه اكتر. طبعا الب مالتي فيت الكبسوله اللي احنا شايفينها فيها كل الفيتامينات دي، احنا خصينا المره دي فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، ولكن لازم اقول انه داخله زنك، لازم اقول انه داخله نحاس، لازم اقول انه داخله فيتامين ه او فيتامين فيتامين ه، ولازم اقول انه داخله كالسيوم وفيتامين سي. مرخص من هيئه سلامه الغذاء، متوفر في جميع الصيدليات، السعر مناسب لكل فئات المجتمع، ستات تاخده، رجاله تاخده، شباب. مهم، متفقين ان هو حبايه يوميا بالظبط بعد الفطار. بعد الفطار تركيزه مناسبه جدا ان انا امشي عليه على مدى طويل جدا. وبرضه متفقين على ان اللي بيعاني من مشاكل معينه يروح يكشف فيها عند الدكتور ويعمل التحاليل المطلوبه، ولكن لو احنا ما عندناش مشكله معينه ممكن نمشي كروتين يومي طبعا على المالتي فيتامين. وعلى فكره لو انا مش حاسه باي مشكله اصلا، يعني انا اخده كداعم، انا ما اخافش من الب مالتي فيت، تركيزه يا جماعه معقوله جدا. لو انا ما عنديش دوخه ولا عندي اي حاجه ولا عندي كسل ولا، اخده برضو انا ما عنديش مشكله، هو مش علاج لاي حاجه. ده هيدعم الطاقه كمان. نورتينا كالعاده. اشوفك على خير ان شاء الله في حلقه جديده من البرنامج. شكرا جزيلا لوجودك، وبنشكر اكيد كل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده. يتجدد اللقاء بيننا وبينكم ان شاء الله في يوم جديد وحلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.